كتبدا القصه في 19 ديسمبر 1984 بالضبط في النهائي ديال مسابقه الكاراتيه قبل من 18 عام. الكومبا غتكون بين جوني لورانس الممثل ديال دراس كوبرا كاي الفنون القتاليه ودانيال لاروسو. دانيال كان واكل هاد ديال بصح، ولكن واخا هكاك ما عطاهم الحكم الشاره ديال البدايه، زرب على جوني طير ليه جوج نقاط. كريس المدرب ديال جوني ما عجبوش هادشي، خدا وقت مستقطع غوض لجوني جا عنده تما قال ليه يستهدف الرجل ديال لاروسو. جوني في الاول رفض حيت هادشي ماشي قانوني، ولكن ملي حمر فيه جمع الكر ورجع للماتش. مع بداو فانتهى الوجه عاودوا للرجل كيف ما قال ليه المدرب، وملي شافوا كلهاجه فيه بواحد الضربات رجع جوج نقاط ديالو. هكا ولاو تعادل، ودابا اللي سجل النقطه الثالثه غيتوج باللقب ديال بطل الوادي في رياضه الكاراتي. فهاد الوقيته دار لاروسو واحد الحركه في شكل جوني حقرو وبدا قاصدو وهو يدير ليه ديك الرهق، جا فيه بركلاخ نونتو طارت. هكا سجل النقطه ديالو الثالثه وتوج بلقب البطوله. دازو سنوات، جوني كبر وهنا غنكتشفو بلي ما دار حتى حاجه في حياته. خدام خدمه عاديه بزاف، عايش بوحدو في دار صغيره، مطلق وعنده ولد مده طويله ما شافوش، وكثر من هاد الشيء سكايري. فاق الصباح فطر، جمع الزبر يديه في يدو، هز الماتريال ديالو وخرج، وهو كاين حزاج في البلاصه ديال الميكا وقف عليه واحد سميتو ميغل. هاد ميغل غيكون يلاه سكن جديد هنا مع مو وجداتو، بغى يدير لجوني ديك الفهمه ديال لا ما ديرش الزاج مع الميكا. جوني طاهر عليه الحياه في راسه، قال لي ديها في جهه الدراك، موراها الحزاج مع الميكا، ديما راه طوموبيلته وتحرك. وصل للخدمه دار داكشي اللي خاصو يدار، بقات لي واحد التلفازه ركبها ويلا غيمشي فحال. وقفت عليه مولا الدار، لا انا قلت لك علقها في حيط لاخر، خدمه ناقصه. كثرات عليه الهضره بزاف لحال الماتريال، سمع الهضره مزيان وتحرك فحالو. العوجه حتى هي ما عطلاتوش، هز التليفون قالت هادشي للمدير ديالو، وقبل ما يوصل الدار وصلتو ابي قالوا لي فيها راه طردوه. صافي هادشي اللي كان ناقص. في الليل داز لواحد المحل خد طرف ديال البيتزا باش يتعشى، وهو خارج من تما ضرب على واحد سميتو كايلر وصحابو كيضربو داك ميغل. طلب منهم يبعدوا منه، بغاو يدوروا حتى هو، وهو يشدهم. اليوم نعاود باباكم الترابي، دار على كايلر طيحوه، هجموا عليه صحابو بطبطهم حتى هما، وهو شانق على كايلر. وصلوا البوليس ضربوا ليه كليموجين وهزوا للكوميساريه. دوز الليله تما، والنهار الاخر تلقوه من بعد ما عاود لهم داكشي اللي وقع. رجع للدار حط طوموبيلته، وهو داخل لقى ميغل كيتسناه. شكرو حيت عاونو وطلب منه يعلمو شويه من داكشي باش يدافع على راسو. قال ليه جوني بلي بعد شحال هادي على الكاراتي، موراها سمح فيه تما ودخل. في الليل حط قريعات، خدم واحد الفيلم، وبقى وحده مورا وحده حتى ضرب الموري في 12. ديك الساعه هز طوموبيلته وخرج يبدل الجو، وهو مسركل في المدينه تحت ديك القاعه اللي دار فيها الفينال بينه وبين لاروسو. حط طوموبيلته وقف قدامها كيتفكر داكشي اللي فات شويه، حتى كتسمع ديك التشاخ. ثلاثه ديال البنات جاو ليه في طوموبيلته فرشخوها، مشى كيجري عندهم بدا كيغوت عليهم. البنات تخلوا علقوا، بغى يتبعهم الطوموبيل ما بغاتش ديماري ليه. المهم ليله كحله، غوت للديباناج داتها لواحد الورشه ديال الاصلاح. والنهار الاخر ملي مشى العنوان ديالهم يشوفها اكتشف بلي الورشه اللي صفطها ليها ديال لاروسو. دخل سولهم عليها، قالوا لي خاصها جوج سيمانات باش تصلح. وهو خارج من تما ساخط سمع شي حد كيغوت ليه، دار لقى لاروسو، جا سلم عليه سولو فين غابر، وبقى مطلعها عليه حيت غلبوا في الكومبا قبل سنوات. ملي تفكر جوني داكشي اللي فات وتفكر كيفاش غلبوا في الفينال، قرر يفتح مدرسه كوبرا كاي مره اخرى باش ينتقم منه. واول واحد قصد هو ميغل، سولو واش مازال باغي يدربه، قال ليه ما كرهتش. ديك الساعه خدا مع قلب على محل كراه قادو وبدا كيدربه. اول نهار لما يقل في المدرسه تعرف على واحد جوج مضعبلين كثر منه، الي وديمتري، وهما كيفطروا دخلت وحده سميتها سام مع صحاباتها، وهاد سام غتكون بنت دانيال لاروسو. ما يقل ضرب عليها، دار عند صحابه قال لهم بيني وبينكم قنبولة. حاول ديمتري يفهمو بلي دوك البنات لاباس عليهم وما كيهضروش مع اي واحد، ولكن ما تسوقش الهضره ديالو. جمع الوقفه وبدا قصدها كيترعد وكيفكر اش غيقول ليها. الفقر والشجاعه، حتى قرب لعندهم هو يجلس معاهم. داك كايلر صاحبنا ضرب عليه تفكر القتله اللي عطاه. ديك الساعه قلب الروايد ورجع تكمش حدا صحابه. في الليل غنشوفو سام عارضة على كايلر باش تعرفو على عائلتها. جلسوا وتعشاو، وملي ناضت سام امها باش يخليو با يهضر مع كايلر، لاحظ بلي فيه شي ضربة في عينو. سولو عليها، كايلر في الأول با يخبي البلان، ولكن ملي بقى كيلح عليه عاود ليه داكشي اللي وقع عليه مع جوني لورانس. لاروس مع سمع بلي جوني ضرب صحيب بنته وصحابو، هز طوموبيلته وعفطه وحده للمدرسة. حل الباب دخل، تما تصدم بجوني كيوجد باش يفتح كوبرا كاي مرة أخرى. لاروس شاف هادشي ما عجبوش الحال، حيت من ديما كوبرا كاي كانت كدرب دريب باش يوليو متنمرين رجال عصابات، وفاش كان لاروس صغير كانوا مدوزين عليه التلامذ ديالها اللي كان منهم جوني. سول جوني لاروس واش كيدير هنا، قال لي جيت غير باش نقول لك خليك بعيد على صحاب بنتي ولا ما يعجبك حال. رد عليه جوني بلي صحاب بنته ناقصينهم الترابي، وهو دار معاهم غير الواجب. موراها بقاو كيتناقروا حتى سخط لاروس وتحرك من تما، وجوني زاد تحمس باش يرجع كوبرا كاي للوجود. الوقت كيدوز، ميغل كيحرز تقدم في التدريب، ولكن هنا غيبداو المشاكل. واول مشاكل غيكون عند جوني هو يجيب تلامذ اخرين للمدرسه باش يقدر يخلص لي شارج ويشط ليه باش يعيش. عطى لوحده سان فيه الشعار ديال المدرسه، فرق فلاير على الناس، دار ليه ميغل ويب سايت، ولكن كاع هادشي ما جاب حتى نتيجه، وبقى التلميذ الوحيد اللي عنده هو ميغل. في نفس الوقت لاروسو من اللحظه اللي قال ليه جوني بلي صحاب بنته خاصهم الترابي، وهو تابعها ومراقبها باش الا طلعت ديك الهضره
صحيح يقدر يحميها منهم. جا الهالوين في الحفله اللي دايرين في المدرسه بهذه المناسبه، كان راسه واحد من المراقبين وهو كيهضر مع المديره ديال المدرسه، ضرب على ما قال لها بزيت انا كوري كانوا كيلبسوا التلاميذ ديال كوبرا كاي شحال هادي، وتفكر عاوتاني داكشي اللي دوزوا عليه. وهو تابعهم كيجري يعرفهم شكون، تلاقى راسه كيعلق الفلاير ديال المدرسه، يلا غير كبتها ما حيت ما باغيش يرجع كوبرا كاي، ضرب على بنته خارجه مع داك كايلر هو يسمح فيه وتباعها. المهم حمقوا هاد الليله، وكايلر مع بنته في واحد القاعه محسوبي حتى دفع الباب ودخل. كايلر تخلع وبنته دارت في حته بها وتحرك من تما. رجع كايلر عند صحابه وهو كيعاود لهم كيفاش حرم عليه باين صام الليله، ضرب على ما يقولوا صحابه كيتصنطوا. صحابه علقوا وهو بغى يجرب داكشي اللي علمو جوني. جا في كايلر بركله طيحه، ولكن ما دا منه لا حق لا باطل، بالعكس ما زاد حق ده. شدوا ليه صحابه وجروه للفيستيار، تما عطى وقت لديه الكلاب وخلاهم مجبد وتحركوا. بالصدفه لقى جوني هزو الدار للدار، دق الباب حلات امه ما شافته في ديك الحاله، سيفت على جوني وقالت لي ما يعاودش يقرب لي مره اخرى. دوز جوني الليل كامل كيشرب باش ينسى الفشل ديال حياته، والصباح فق على اتصال من المدرسه ديال ولدو روبي، جاوب سولهم شو واقع، قالوا ليه بلي شهر هذا ما جاي يقرا. جوني سمع هذا الشيء راه بالزربه غسل بدل حوايجه، وهو خارج لقى ميغل كيتسناه، حاول يطلب منه السماح على التصرف ديال امه، يقول ليه بلي غادي يقنعها تخليه يتريني مره اخرى. قال لي جوني ما كاينلاش حيت صافي غادي يسد المدرسه وتحرك عند ولدو ولا يكون عايش مع طليقته. هي ما يدق ما سمعوش، ديك الساعه دفع الباب ودخل لقاه مجمع ماشي وجوه الشرع. سولو واش هذا الشيء كيدير وعلاش ما بقاش كيمشي للمدرسه، رد عليه روبي بلي ماشي سوقه في هذا الشيء وما غاديش يجي من بعد كاع هاد السنين اللي كان غابر فيها يوريش غايدير. جوني شاف بلي الهضره ما غاتجيب معاه حتى نتيجه، قال لي حياته هذه كيدير فيها اللي بغى وتحرك في حاله، ولكن في نفس الوقت يكون مقصح وبقى فيه الحال حيت واخا يدير اللي دار كيبقى ولده. نمشيو للمدرسه وما قال كيعاود لصحابو داك الشيء اللي وقع وكيقول لهم بلي صافي حبس التدريب. وقف عليه كايلر عاوتاني، بقى كيتنمر على الي، حاول ما قال يدافع عليه ضربو، لاح ديميتري شكارتو في الزبل، ولكن من ظهره المكعور كان سام تما. سمعات هاد الشيء كامل وعرفات بلي ديك الصوره الزوينه اللي موريها كانت غير تمثيل. في الليل هما في السينما كيتفرجوا في واحد الفيلم، قالت لي بلي شافته وهو كيتنمر على ميغل وصحابو، حاول يشرح ليها بلي كان غير كيضحك معاهم ولكن والو. في نفس الوقت جوني من بعد ما قال لي ولده بلي ما عندوش الحق يهضر ما حيت تخلى عليه شحال هادي، حس بلي دار نفس البلان مع ميغل. ديك الساعه قصد مطلب منها السماحه وقال لها تخليه يرجع يتريني عنده. في المقابل كيوعدها بلي ما غادي يوقع ليه والو، بالفعل موافقات. والنهار الاخر نشوفوه دخل الصال باش يبدا التدريب عاوتاني. الوقت كيدوز، ميغل يوميا الفياق بكري يدير اكثر من جهده في التدريب، ونهار على نهار كيبان بلي كيتحسن اكثر. وفي الوقيته اللي يكون جوني مقاتل باش يدرب التلميذ الوحيد اللي عنده، غيكون لاروسو كيحاول يشري الصال من عند الملك ديالو باش يسدوا ليه ويمنعوا يرجع كوبرا كاي. في واحد الصباح وميغل كيدرب مع جوني بحال ديما، دخلت وحده سميتها ايشا، وهاد ايشا غتكون حتى هي محقوره في المدرسه وكلشي كيتنمر عليها. سولها جوني اش كدير هنا، قالت لي شفت السيت ديالكم في الانترنت وما كرهتش نولي ندرب معاكم. يلا بغى جوني يجري عليها بحجه الصال ديالو كتقبل غير الاولاد، وهو يجرو ميغل للبيرو ديالو، قال لي يقبلها حيت محتاج تلامذ جداد باش يقدر يخلص ليه شارج. بقى جوني كيفكر شويه موراها خرج عندها قال لها بلي قبلها، وبهذا الشيء يكون ولاو عنده جوج تلامذ في عوض واحد، ماشي شي حاجه كبيره ولكن مزيانه كبدايه. في واحد الصباح وسام دخل المدرسه لقات كلشي كيشوفها بواحد الطريقه في الشكل، سولاتهم شو واقع، تما عرفت بلي كايلر نشر عليها شي اشاعه من بعد ما تفارقت معاه. مشات عنده سولاتو علاش دار هذا الشيء، وفي عوض ما يطلب منها السماحه غا ما زاد فيه، وهو مطلعها عليها ودير بها الحلقه في المدرسه. وصل ميغل طلب منه يبعد عليها بدا قاصده، وهنا يخدم صاحبنا داك الشيء اللي تعلم في الصال، شير عليه كايلر بكروشي طاكي جافي بكروشي النيف، زادوا صحابه شبكها معاهم حتى هما، والدعوه غاد ترون. جاف طيبيطه بنص ضربه مع الارض، هذا جا ليه من اللور ضربه براس المال وعاودوا بركله نعسوا. المهم كل هذا داك الشيء اللي كتاب ليه، ومن اللي خلى الطايح اكثر من نايد، والنايد كيقول او مون ديو، هز بلاطو جاف كايلر لو جا غيبو. وفي هاد الوقيته يكون كلشي حال فمو، مصدوم من هاد الشيء اللي دار ميغل. يا خي حتى ضرب لي على سام طاحت والوقت غاد زيان، يلا بطل زعم زعم وطيح لي البوكوصه ديال القسم، غا هي اللي جبتيها في ضلوعك ما تقولش لهم يوسف يعني العجل. المدرب ملي وصلته الخبار ديال ميغل انتقم من كايلر وصحابه فرح بزاف، وباش يكافئو عطاه الزي ديالو اللي كان كيتريني بيه. الفيديو ديال ميغل كيصلخ كايلر وصحابه دار بوم، بفضل هاد الشيء بزاف ديال التلامذ ولاو باغيين يترينيو. وواحد الصباح جات جوني للمدرسه بحال ديما، لقى الدنيا عامره وكلشي باغي يتقيد عنده. في نفس الوقت لاروسو ملي ما قدرش يسد لجوني الصال ديال كوبرا كاي، بدا حتى هو كيوجد باش يفتح الصال ديالو. التابع النهار الاخر فاق لاروسو مشى للوكاله ديالو بحال ديما، تما غيلقى مراته وظفت عامل جديد، وهاد العامل غيطلع روبي ولد جوني، وهو خدام ما عليه ما بيجا عنده واحد من الموظفين القدام، عطاه السوارد ديال واحد الطوموبيل وطلب منه يحولها، خدا روبي السوارد طلع فيها، مع ديمار خرج لاروسو كيجري دار فيه، ديك الساعة عرف بلي داك السط بيضقه وخرج كاعي من تما، لاروسو ضرب على الموظف كيضحك عرف هو اللي قيدو، ديك الساعة تبعو كيجري طلب منه السماحة وقنعو باش يرجع يخدم. نمشيو للمدرسه في الحصه ديال اس في تي كان خاصهم يديروا جروبات، وبسبب دوك الاشاعات اللي نشر كايلر على سام حتى واحد ما بغا تكون في الجروب ديالو، وهي ضايخه كتفكرش غدير، دخل ميغل قال لها بلي تقدر تنضم ليه. ديك الساعه مشات جلسات 11 كرات على هادشي اللي دار معاها، وغيبان بلي كيعجبها من نهار دخل باش يدافع عليها من كايلر. سال النهار في المدرسه جات الوقيته ديال الصال، وملي دخل المدرب باش يبداو التدريب تصدم بزاف ديال التلاميذ ما جاوش، سولهم على السبب قال لي الي بلي كان قاصح معاهم بزاف. شغل يسمع هادشي غا ما زاد فيه، دار في الي بقى مطلع حالي على الضربه اللي في فمه.
هي علي ما يصبر في الاخير مشى حتى هو في حاله. في الاخر ديال الحصه دخل مايكل عند جوني يحضروا من هادشي اللي كيدير، وقال لي بلي بقى هكا في الاخر ديال الشهر ما يبقى عنده حتى واحد. هنا بقى جوني كيضحك وقال لي الا كان غير في حال هاد المضاعبين غيمشيو فحالهم. وفي الوقيته اللي كيخسر فيها جوني التلامذ ديالو غيكون لاروسو بدا كيدرب ولدو روبي كاول تلميذ ليه. سال النهار رجع جوني لدارو وهو كيقرقب قريحات تفكر ملي كان حتى هو ضعيف كلشي كيتنمر عليه. ومن بعد مده ديال التفكير عرف بلي داك الاسلوب اللي متبع مع التلامذ ما خدامش، والنهار الاخر بدا معاهم اسلوب جديد كامل التشجيع. وهو كيفهمهم بلي قبل ما يوليو قويين من برا خاصهم يوليو قويين من الداخل. دخل ايلاي المدرب شافو تصدم، صاحبنا تبدل في مره، حطه جديده لوك جديد وكيبان فيه بلي تجاوز ديك العزله اللي كان فيها. بهادشي غير بان المدرب دوك الضعاف صيفطهم في حالهم وبقاو غير اللي بصح باغيين يتبدلوا. في الجهه الاخرى يكون لاروسو حتى هو داير اكثر من جهدو في التدريب مع روبي، علمو الحركات الاساسيه، بدا كيدير مع كومبات في نفس الوقت كيخدموا بجوج مفاهمين، وحتى بدات الحياه كتزين عند روبي. وما عرف واحد جوج صحابو قدام منين خرجوا ليه، قالوا لي سمعوا راه خدام عند لاروسو وبغاو يجيب لهم الكود ديال الشركه باش يدخلوا يسرقوها. روبي في الاول رفض، ولكن ملي بداو كيهدوه بان في وجوه حيله خافوا غادي يعاونهم. نمشيو للمدرسه، ميغل من بعد مده وكيحاول يدفع راسو يعد على صام اخيرا هاد المره غيحاول. وهي داخله قصدها سولها واش تبغي تخرج معاه، لقى حتى هي كانت كتسناه. دار معاها 8 يتلاقاو وتحرك الكلاس ديالو. في الشركه وروبي خدام في حال ديما، بقى عاصر لمرات لاروسو حتى كانت داخله وهو يصورها كدير الكود. علم صحابو بهذا الشيء، ولكن هو كيعاون لاروسو كان كيبان في وجهه بلي ما باغيش يخون الثقه ديالو من بعد كاع هادشي اللي دار معاه. مع سدات الشركه وطاح الظلام غنشوفو صحابو قاصدين يديروا البراكاج ديالهم. وصلوا للباب تلاقاو روبي، قالوا لي يعطيهم الكود، وهنا غيتصدموا به كيقول لهم بلي ما غاديش يدير هذا الشيء. صحابو سخطوا هجموا عليه، وهنا غيجرب صاحبنا داك الشيء اللي علمو لاروسو. شير عليه الاول بكروشي طاكيه، جا في الثاني وبدا كيخلط فيهم. هاك شد لقى هاك للفقيره تمك، عطاهم قتله ديال الكلاب، وملي شافهم كيتقلبوا عليه مشى كيجري للقنت. تبعوا حاصروه ويلا غيبداو يدخلوا لين عت ليهم الفوق. هزوا راسهم لقاو الكاميرا كتصورهم، هنا عرفوا بلي الا داروا شي حاجه غيدبروا في حبسهم وهما يتحركوا في حالهم. في نفس الوقت غنشوفوا ميغل خارج مع سام، خداها لواحد النادي ديال الجولف دوزوا فيه وقت زوين. موراها مشاو لواحد المدينه ديال الملاهي، ضحكوا لعبوا خدا لها كادو وغيبان بلي فرحانه معاه ولاو قراب بزاف. في الجهه الاخرى غنشوفوا جوني في واحد الاجتماع ديال تنظيم بطولات الكاراتي، وغنعرفوا بلي كيحاول يخليهم يرجعوا لمدرسته للبطوله من بعد ما حضرهم لاروسو اللي كان واحد من اللجنه. مع دخل لاروسو بدا كيهاجم جوني كيقول عليه بلي كان متنمر كيحقر على الطلاب، والا خلاه يشارك بمدرسته في البطوله يخرج وحدين اخرين في حاله. جوني سخط، ولكن واخا هكا قدر يكالمي راسو وبدا كيهضر مع اللجنه بالظرافه. شرح لهم بلي المدرب ديالو القديم هو اللي كان كيدير هذا الشيء، وقال لهم بلي هو دابا مختلف. المهم في التالي قدر يقنعهم يخليهم مدرسته تشارك في البطوله، ومور هذا الشيء غنشوفو كيحتفل هو وميغل في الصال. من بعد ما تقبلات المدرسه ديال جوني في بطولات الكاراتي عاد بدا التدريب ديال بصح مع الطلاب ديالو. ومن غير داكشي اللي في الصال هاد المره ولا كيخرج من واحد البلاصه فيها الخرده كيبقى يجري بيهم يهرسوا داكشي اللي تما. وفاش كيقرب يسالي النهار كيطلق عليهم الكلاب باش يربيو السوفل. في العشيه من بعد ما مشى كلشي وبقى غير ميغل جا عنده جوني، وهو كيقول ليه راه معول عليه في البطوله. ضرب في التليفون على الصوره ديال سام بنت لاروسو سولوا عليها. ملي قال ليه ميغل راه معاه في علاقه سخط وبدا كيعاود ليه القصه ديالو مع باها وسبب العداوه اللي بيناتهم. ملي كان جوني في الثانويه كان في علاقه مع وحده سميتها الي، خونا كيتريني في كوبرا كاي هو الصح ديال المدرسه، بطبيعه الحال الدريه المزيانه غتكون ديالو. دوزوا عامين بجوج الامور كانت غدا مزيان حتى وصل لاروسو للمدينه. في ديك الوقيته لاحظ بلي الي بدات كتبعد عليه وكتجمع بزاف مع لاروسو، حاول يهضر معاه بالاداب قال ليه بعد منها بشويه. يا لاروسو يهديك ربي، والو البرهوش راسو قاصح. جوني عيا ما يصبر حتى لواحد النهار وقف عليه هو وياه، قلت لك بعد على الدريه هاك للفقيره تمك. شدوا هو وصحابو عطاه قتله ديال الكلاب. لاروسو واخا كان ضعيف ولكن نفيسه، لا انت داولك صاحبتك ونسيتي هو نفيسه ما كينساش. في الحفل ديال الهالوين وجوني كيوجد راسو باش يدخل خوى عليه لاروسو سطل ديال الماء وعلق. هنا جوني صافي حقد على حبه. تبعوه وصحابو حاصروا في واحد القنت وبداو عليه يشري تربح، ترى ما كينغشتف حتى كانوا غيصفيوها ليه وهو يدخل واحد المدرب ديال الكاراتي سميتو مياغي. سلاخ جوني وصحابو واتفق مع المدرب ديالهم باش يفاريوها في المسابقه ديال الكاراتي. المدرب ديال جوني وافق، دخل لاروسو وجوني للمسابقه، قدروا يوصلوا بجوج للفينال وفي الاخير ربحوا لاروسو كيف ما شفنا في البدايه ديال الجزء الاول. ميغل ملي سمع هذا الشيء بقى فيه الحال على المدرب ديالو وتحمس باش يربح البطوله ويرد ليه الاعتبار. سال النهار رجعوا للدار وجوني داخل في حاله، عرضت عليه مين ميغل يتعشى معاهم، جلسوا قصه وبقاو كيديو يجيبوا في الهضره. عاودت ليه مين ميغل على راجلها السابق اللي كان مجرم وكيفاش تفارقات معاه. القصه ديالها انسبيرات جوني باش يبدل حتى هو حياته، ومع رجع للدار اول حاجه دار بدا كيجمع ديك الروينه اللي عايش فيها. النهار الاخر روبي دخل دار لاروسو باش يدرب معاه في حال ديما تلاقى بنتو سام. روبي شافها ضاخ، ولكن شغنقول لك الحاج ما طيش، هاد لاروسو كيعرف يولد الزين. يلا سلم عليها وقال لها بلي جا على قبل التدريب مع باها. خرج لاروسو خداه وتحركوا، واو دا
اودي خلينا غنتعارفوا على حبك انت والكاراتي ديالك. طلعوا في الطوموبيل شدوا الطريق لواحد الغابه باش يدربوا تما، وهما داخلين طلب منه لاروسو يسد عينيه ويقول ليه شنو كيشوف. صدروا بعينيه سولوا لاروسو شنو كيبان ليه، قال لي بنتك والو. ها يعني ما كاين حتى حاجه هنا تقدر تلهيك على التدريب. موراها بقاو كيدربوا بجوج كيعلموا الحركات، وباش يدربوا على التوازن طلعوا في واحد الشجره وقال يعاودوا بالحركات اللي تعلمهم. داروا بالحركه الاولى مزيان، الثانيه حتى هي مزيان، الثالثه دارت فيها فجابها في الزلافه. ناض شاد في جنبه سول لاروسو شنو المعمول، قال لي غتبقى تعاود حتى دير الحركه بلا ما تطيح. في الجهه الاخرى غنشوفوا جوني دخل دار باه، وغنعرفوا بلي هو في الحقيقه كينتمي لعائله لاباس عليها، ولكن ما باغيش ياخذ فلوس من عند باه، واصلا جا هاد النهار غير باش يرجع ليه شي فلوس كانت تسلفهم من عنده شحال هادي. في اللي رجع لاروسو وروبيل للدار جلسوا يتعشاو مجموعين وهما ضاحكين ناشطين. غنشوفوا ما قال جاي لهنا باش يتعرف على لاروسو بصيفطو البوي فريند ديال بنتو، وهو واقف قدام الباب كيفكر اش غايقول. سمع الهضره في الجرده ديالهم مشى يشوف، تما بنت لي سام كتموت بالضحك مع روبي. ما قال شاف هاد الشيء سخط، دار بالناقص من الملاقيه مع باها وتحرك في حاله. مشيو عند جوني وهو كيكتب شي رساله لولد روبي، سمع التهراس برا. خرج كيجري لقى لوي ولد عم لاروسو جايب معاه جوج وكيهرسوا ليه في طوموبيلته. جوني ضرب على طوموبيلته مهرسه دارت ليه النقشه، جا في الاول بركله، الثاني دغدغ ليه وجهه، وهو شانق على لوي لاح واحد من دوك جوج بريك على الطوموبيل وهي تبق. جوني ملي تحرقات طوموبيلته بغى يتفربل، خنق لوي قال ليه عطيه العنوان ديال لاروسو ولا غيصفيها ليه. قال ليه لوي العنوان، ديك الساعه هز الموتور ديال دوك جوج وقصدو. ولاروسو كيشرب القهوه ديالو ضرب عليه واقف في الجرده، قصدو طالع ليه الدم سولوش كيدير في دارو. عاود ليه داكشي اللي دار لوي ويلا غيكب بتوها. خرجت مرات لاروسو وقفاتهم، طلبات من جوني السماحه، فهمتو بلي ما كانوش عارفين داكشي اللي دار لوي، وقنعات راجلها يعطي طوموبيل اخرى في بلاصه ديك اللي تحرقات. في العشيه غنشوفوه معاه في الوكاله، اختار جوني واحد الطوموبيل قريبه ديالو وهما كيجربوها. غريبه في حيله بدات كتطفى ديك العداوه اللي بيناتهم. مشاو لواحد القهوه شربوا شي حاجه وجلسوا يهضروا على داكشي اللي فات. وفي نفس الوقت غنشوفو ميغل غير حماق، حيت النهار كامل هو كيصيفط لسام ميساجات كيحاول يتصل بها باش يمشيو لواحد البارتي، ولكن ما كتجاوبوش حيت ما محيده لها التليفون. في الليل طلبات منها توصل روبيل للدار، هنا استغلت الفرصه ودازت الحفلة تلاقى ميغيل. ميغيل في هاد الوقيتة يكون بيلا دايره ليه النقشه، واللي غيزيد يسخطو هز راسو بنت ليه جايه مع روبي. قصدها سولها شكون هذا، قال لي روبي ما تهدرش معاه وانت سكران. ما نهدرش معاه وانا سكران، امام ديال الجامع هي، ودفع حبو لاحو. ناض عاوتاني شير عليه بكروشي والضربه ما تجي غف صان طيحاتها. ديك الساعه جمعات الوقفه خدات مع روبي وتحركت في حاله ساخطه. لاروسو وجوني دوزوا وقت زوين برا، وهما راجعين للدار كيتمايلوا لقاو روبي كيتسنى لاروسو. لاروسو ما عرفش روبي ولد جوني، مع قال لي ديك كنعرفك التلميذ ديالي روبي. دفعوا جوني ضربوا مع الحيط وخرج من تما. بغى روبي يشرح لاروسو بلي كان باغي يقول لي راه ولد جوني، ولكن لاروسو فهم بلي من الاول جا عنده غير باش يعصب به وجرى عليه. هكا خسر روبي العلاقه اللي كانت بين ميغيل وسام، وخسر حتى الصلح اللي بدا كيتكون بين باه ولاروسو في نفس الليله. النهار الاخر يكون هو النهار ديال البطوله، بداو المدارس كيوصلوا، وصل الجمهور اللي كان معاهم لاروسو وعائلته، وبداو كيدخلوا المشاركين اللي من بينهم كوبرا كاين المدرسه ديال جوني، وروبي اللي كان مشارك بدون انتماء حتى مدرسه. لاروسو شافوا التصدام حيت ما توقعش يكون مشارك. المباراه الافتتاحيه غتكون بين ميغل وواحد الصاد، دار ميغل الحركه اللي غلب بها لاروسو جوني، جا في الخصم ديالو غيبو بسهوله، وغنعرفوا بلي جوني قال ليه يديرها باش يعصب لاروسو. الكومبات الثانيه غتكون بين روبي وواحد اخر. روبي في الاول دخل مخلوع غمق عليه الخصم ديالو، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت تقلب عليه وتاهل حتى هو. هكا بقاو كومبا مورا كومبا حتى تاهلوا اربعه، اي لاي من كوبرا كاي، ميغل حتى هو من كوبرا كاي، روبي وواحد اخر. الكومبا الاولى غتكون بين ميغل وداك الصاد، واللي ربح فيهم غيتاهل للفينال. عطاهم الحكم البدايه، بداو شير عليا نشير عليك، دقه فيا دقه فيك، وغيبان بلي داك الصاد حتى هو ما ساهلش حيت العام اللي فات هو اللي كان خد البطوله. شير بكروشي على ميغل، ميغل خوالي ضرب حبو بركله حتى دار، هكا تاهل للفينال. الماتش اللي موراه غيكون فيه ايلاي ضد روبي، ما عطاهم الحكم البدايه، دار ايلاي روبي تصدروا مع الارض، شير عليه بكروشي للوجه، هكا حقق اول نقطه ليه. لاروسو لاحظ بلي روبي مخلوع ناض كيشجعو، بالفعل التشجيع ديالو نجح، ومع بدات الجوله الثانيه دار على ايلاي بركله وسجل حتى هو اول نقطه ليه. وروبي غادي يشد بلاصتو، جا ليه من اللور ضربو بركله سلت ليه كتفو، هنا طردوا الحكم اهل روبي للفينال، ولكن كان واكلها في كتفو ديال بصح. وهو في الفيستير خدا ليه لاروسو في رمليه عالجاتو وقال ليه بلا يكون الكوتش ديالو في الفينال. رجعوا للقاعة، وصان داخل قصد ميغل يطلب منها السماع داكشي اللي وقع البارح، بقات كتعوج عليه وهو يدور في حبها. هنا صان بقى فيها الحال، مشات هزات ساكا وتحركات. جات الوقيته ديال المباراة النهائية، ملي ضرب جوني على ولده داخل مع لاروسو بقى فيه الحال حيت ما بغاش يكون الكوتش ديالو. قبل ما يدخل ميغل الماتش حاول جوني يقول له يلعب بعدل، ولكن ميغل كان كاعي على روبي حيت بسبابه دابز مع صان. تقابلوا في الحلبة، عطاهم الحكم البداية، هنا ميغل ما عطلش روبي، دار ليه السكسر باللك ضرب عند راسه وضرب عند رجليه وسجل أول نقطة ليه. لاروسو بان ليه روبي كلاف كتفو خدا وقت مستقطع، تما بقى تيكالميه قال ليه ركز ما يخليش عقله مشتت. وفي نفس الوقت غيكون جوني كيحاول يقنع ميغل يلعب بعدل. رجع للماتش عطاهم الحكم البداية، هنا طبق روبي داكشي اللي قال ليه لاروسو وقدر يحقق التعادل مع ميغل. النتيجة 2-2، واللي سجل النقطة الثالثة غيتوج بالبطولة ديال الكاراتي. بداو الجولة الأخيرة، مع
واحد دخل شي الربع لما يقلب بركلاش دالي ضربوا الكتف اللي كيضروا ودار على حبو بركلاحو. بهذا الشيء سجل النقطه الثالثه ديالو وتوج بلقب البطوله. صحابو كاملين كانوا غيطيروا بالفرحه، ولكن جوني واخا ربح بار في وجهه بلي بقى فيه شويه الحال من جهه ولده. سلم ميغيل الكاس فرح مع بيه وصحابو ولا روسو خارج مع ولده تبعهم كيجري يطلب من روبي السماحه. هاد المره روبي هضر مع عادي مراجر لاروسو وتحركوا. لاروسو مور مربحات كوبرا كاي البطوله، عرف بلي بزاف ديال التلاميذ غيبغيو يلتحقوا بيها، وباش يمنع هاد الشيء مشى هو روبي وجدو باش يفتحوا مدرسه دومياغي نفسهم بيها. وجوني محتفل بالفوز في المدرسه ديالو سمع الباب تحل. في الاول حساب ليه ميغيل، ولكن ملي خرج تصدم بالمعلم كريس، وهاد كريس غيكون هو المؤسس ديال كوبرا كاي وهو اللي كان المعلم ديالو قبل ما يحاول يصفي عليه حيت خسر البطوله ضد لاروسو. بغى يسلم عليه ضرب ليه جوني يدو كبتها معاه. بقاو دقه فيا دقه فيك، ضربوا كريس بركلا للوجه عاودوا بوحده اخرى للظهر هرس بيه المرايه. هنا جوني سخط هزو ضربوا مع الارض شدوا من راسو قلبوا على ظهره وتبتوا بواحد القجه حتى قرب يغيب وهو يطلقوا. ولكن كريس ما كيتزاقلش، ضرب ليه رجلو طيحو جا فيه بكود. هنا حتى واحد فيهم ما بقى قادر يوقف. صباح غنشوفوا لاروسو وروبي كيديروا الترميم لمدرسه دومياغي، عاودوا داك الخشب اللي تما حيدوا الغبره عاودوا الصباغات الديكور. المهم المدرسه ولات جديده. في نفس الوقت غيكون ميغيل كيعيط سالت علاقته بسام. صافي صاحبي تبكي على امها، نخليو ميغيل مهموم ونمشيو عند جوني وكريس. من بعد ديك المطايفه مشاو لواحد القهوه يهضروا حيت عرفوا بلي ما غادي يوصلوا حتى نتيجه بالمدابزه. سول جوني كريس علاش رجع، قال ليه بلي التدريب اللي كيدير مع التلاميذ ما خدامش، داكشي علاش بغى يسترجع كوبرا كاي عاوتاني. جوني عرف بلي الا خلى كوبرا كاي لكريس يخرج على الدراري ويخليهم مجرمين كيف ما دار معه وصحابه، داكشي علاش رفض. وملي رجع باش يدرب التلاميذ بدا كيعلمهم وكيحاول يفهمهم بلي النزهه هي اهم حاجه. واكثر من هذا الشيء عاقب ايلاي وميغيل حيت ما لعبوش بالنزهه ضد روبي. في الليل هو كيصلح ديك المرايه اللي تهرسات، دخل كريس وفي يدو ساك، وهاد المره كان كيبان في وجهه بلي نادم. سولو جوني اش كيدير هنا، قال لي بلي جا باش يعتذر لي على داكشي اللي فات قبل ما يمشي في حاله. موراها بقى كيعاود لي على شحال نادم وبلي ما كرهش فرصه اخرى. جوني بان في وجهه بلي بقى فيه، ومع خرج من تما تبعو كيجري وقفو، قال لي بلي عطيه فرصه اخرى. والنهار الاخر نشوفوه داخل في الوقيته ديال التدريب باش يعاونو. اول حاجه بدا معاهم بيها خدام لواحد الموقع ديال البني، وارك التماره هالسيما خلط حول الياجور. انا هذا جاني في حيله شاد شي عطاش وداهم يضربوه. المهم دوزوا النهار كامل تما، وفي العشيه دوز ليهم واحد التيه وصيفطهم في حالهم. نمشيو للمدرسه ديال لاروسو. من بعد مده وروبي كيتريني معاه، تزادت عليه حتى صام، ولاو كيترينيو بجوج، ومع الوقت غيبان بلي كيوليو قراب. في اللي رجع روبي لدارو اللي كانت فحال شي بركاسه، الضم قطوع حيت ما مخلاش، الدنيا مرونه، وهو كيخلط الكورن فليكس بالما حيت ما عندوش الحليب سمع الدقان، حلق على روسو، وغيكون جا لهنا باش ياخذو معاه للدار. من بعد ما سمع من صام باللي عايش مكرفس بوحدو. بالفعل خداه معاه للدار، جلس ويتعشى مع بنته، ومشى اقترع على مراته يسكنوا معاهم. مراته ما كان عندها حتى مشكل، بشرط انه ياخذ الايد مع دبوه. وجوني وكريس خارجين من واحد المحل، لقاوهم سنيهم قدام المدرسه. لاروسو كان جاي يهضر مع جوني على ساكن ولده معاه، ولكن نضرب على كريس خط دار بالناقص من داك النقاش اللي كان جاي على ودو، وركب في طوموبيلته وتحرك. لاروسو من بعد ما شاف بلي كريس رجع قرر يدير دعايه كبيره للمدرسه ديالو ويحاول ياخذ الماكسيمو ديال الطلاب، حيت الا بقاو عند كريس اكيد غيضلوا الطريق. ميغيل وجوني وصلاتهم هاد الخبر، ديك الساعه قرروا حتى هما يديروا شي حاجه باش يردوا عليه. النهار الاخر في المهرجان الثانوي جمع لاروسو الناس وبدا كيدير شي حركات هو وبنته روبي كنوع من الدعايه للمدرسه ديالو. نقز من هنا نقز من لهيه، في الاخير خرج واحد الالواح ديال الثلج باش يقسمهم بيدو. يلاه بلاصاهم بدا كيصنع كوبرا كاي بالجهد، وبانوا ليه التلاميذ ديال جوني داخلين. داروا الروينه قدروا يجذبوا ليهم كاع الناس وبداو العرض ديالهم. ترى ما كاينش الرحمه، سلخني نسلخك. الناس عجبهم العرض بزاف، وفي التالي هرج جوني الالواح ديال الخشب بيدو وخلى كاع الناس يشوفوا بلي مدرسته ما كاينش في حالها. اما لاروسو في هذه الوقيته فيكون جا السكر طونسيون الكوليسترول وكاع الامراض جمعوا فيه بالفقصه، وحتى واش من دعايه باغي يدير بديك العوجه ديال بنته وداك مسخوط بوه. المهم الدعايه ديال جوني نجحات، والنهار الاخر صبحوا عنده بزاف ديال التلاميذ جداد. جماعه عطاهم داك الخطاب ديال ديما، في التالي سولهم شكون عنده الشجاعه يواجه ميغيل. كلشي بقى كيدور في عينيه، حتى لهاد اللحظه دخلت وحده سميتها توري قالت لجوني انا نخلي ضربوه. جوني عجباتو الشجاعه ديالها، رجع الاخرين اللور وطلب من ميغيل يدخل يوريها شويه المساواه. ميغيل في الاول ما بغاش يقصح معاها، ولكن مع شي رجع ليه بواحد الركله وهي تضره النقشه. بغات تعاودو بوحده اخرى خواليها ورفع حبه بنص ضربه مع الارض. توري حتى هي ما ساهلاش، وهو سايخ فلات ونقزت عليه جابته للدص، ولكن ما جات فين تفرح بهذا الشيء حتى دار على حبه نعاسها. واخا خسرات قدام ميغيل بينات المدرب بلي ناضيه وعندها ما تقول. في العشيه وهي في واحد المحل تلاقات بايشه، سلمات عليها تعارفوا، قالت لها بلي قدمت اداء زوين قدام ميغيل، في الاخير عرضت عليها تمشي معاه لواحد الكلوب. توري وافقات، ديك الساعه تحركوا ليه مع
دخلوا ضربات عليهم سام وغيبان في وجهها اللي حسات بالغيره حيت صاحبتها عائشه خارجه مع التوري. مشات عندهم سلمات عليهم وهما كيهضروش بلا التوري واحد القرعه سرقاتها وعرضت عليهم يمشيو يشربوها. سام رفضات وطلبات منها ترجع حيت هادشي اللي كدير فيه ماشي هو هذاك، ولكن عائشه وافقات ومشاو يشربوا بجوج. المهم داز النهار كلشي كيبان هو هذاك، حتى بغاو يتحركوا في حالهم وهي تقول لهم وين سام راه تسرق لها البزطام. روبي سمع هادشي قال لها انا نمشي نقلب عليه، وسام مشات نيشان عند التوري قالت مع راسها سرقات القرعه اذا ممكن تكون سرقات البزطام. مع وقفات عليها قالت لها تجبد البزطام. توري ما فراسها ما يتعاود دار تمشي بحال جدتها سام وهي تجي في حبه لحت على الطبله ديال الماكله. في الجهه الاخرى غنشوفوا روبي كيقلب تحت شي دروج بالفعل قدر يلقى بزاف ديال البزاطم، وفي هاد الوقيته غنشوفوا صحابو القدام جايين وغنعرفوا بلي كان كيسرق معاهم هنا شحال هادي. داكشي باش عرف البلاصه كيقربوا ليه خدم الكاميرا ديال التليفون باش يصور داكشي اللي وقع ووجد باش يدابس معاهم. يلا غيهجم عليهم خرج ليه واحد مراجعه في الراس طيحو شدو من عنقو والتاني جبد موس. روبي في هاد اللحظه قال مشيت فيها يلا غيشير عيب الموس نقز لا روسو ضربوا ليه طيرو هاك شد لقى اجي انت هاك للفقيره تمك. عطاها مقتله ديال الكلاب وخد روبي وتحركوا من تما. النهار الاخر ولا روسو في المدرسه ديالو دخل عنده روبي سولو كيبقى راسو قال ليه مزيان وعندي لك واحد الخبر واعره. سولو لا روسو شنو هي قال لي صورت المدابزه ديالك مع دوك الثلاثه وانا متاكد الا حطيناها في الانترنت غتخلي بزاف ديال التلاميذ يجيو عندنا. بقى لا روسو كيفكر شويه في هذا الشيء في الاخير قال لي بلي اللي بغاهم غادي يجي عندهم. داك الشيء علاش غير يمسح داك الفيديو وينسى هذا البلان. خرجوا من تما باش يكملوا التدريب برا وفي هذا الوقت دخل ديميتري وغنعرفوا بلي ما قدرش على التدريب القاصح ديال كوبرا كاي. داك الشيء علاش جا عند لا روسو. في الجهه الاخرى يكون جوني ولا كيخلي كريس يدرب التلاميذ ديالو وغيبان بلي ايلاي وشي وحدين اخرين عاجبهم كريس اكثر من جوني، وحتى كريس كيبان فيه بلي ناوي على شي حاجه وغير كيتبت جوني حتى يجي الوقت المناسب. الامور كانت غدا مزيان والنتيجه ديال التدريب عند جوج اساتذه كانت احسن من التدريب عند استاذ واحد. سالات الحصه وجوني كيرتاح في البيرو ديالو قال لي كريس بلي الحصه كانت مزيانه ولكن اهم تلميذ ما حاضرش. سولو جوني شكون هذا قال لي ولدك وقنعو يمشي يقلب عليه ويحاول يجيبو يدرب عنده. في العشيه والتلاميذ ديال كوبرا كاي في واحد المطعم ضرب واحد منهم على ديميتري كاتب كومونتير كيسب فيه كوبرا كاي وراه داك الصات الايلاي. ايلاي شافو سخط جمع شي وحدين كيدربوا معاه ومشاو يقلبوا على ديميتري وهو في واحد المول ما عرفهم منين خرجوا ليه. مع وصل عنده ايلاي قال لي حيد داك الكومنت قال لي ما غنحيدوش وهو يدير الحب وتصدروا مع الارض ويلا غيكمل عليه. دفع هذوك اللي مع ايلاي وعلق بقى هو هارب هما تابعينه. في الاخير حاصروا في القاعه ديال الماكله هاد اللوين بان في وجهو اللي بقى فيه وما بغاهمش يحقروا عليه ولكن حيت كينتمي لكوبرا كاي خاصو ضروري يزيد معاهم. ديميتري في هاد الوقيته يكون غير كيدور في عينيهم سني الدقه شدوا واحد هجم عليه ايلاي ويلا غيجي في حبو تخرو بوسام. هجموا عليهم كوبرا كاي وهنا غترون. سام وروبي كانوا مفاهمين بزاف حيت شحال هادي هما كيترينيو بجوج. بدات هي كتسلخ في جيه روبي كيخلط في الجهه الاخرى هاك شد لقى هاك للفقيره تمك. طيحوا كوبرا كاي كامله والوحيد اللي بقى شاد مع روبي هو ايلاي. دخل ليه شي دقات ضربوا مع الطبله ولكن هو منقز عليه ضار عليه روبي بركلا غيبو. سالا هاد الشيء رجعوا للدار وفي الليل غنشوفوا مون صديقه ايلاي كتفارق معاه من بعد ما عرفت باللي حاول يضرب صاحبه. الخساره ديالو قدام كوبرا كاي صديقته سمحات فيه كاع هاد الشيء حقدو وهو كيضرب في واحد الساك وساخط دخل عنده كريس وغيبان بلي ناوي يستغل هاد الحاله ديال الغضب اللي فيها ايلاي باش يرجع كوبرا كاي القديمه. في الجهه الاخرى غنشوفوا ميغيل خارج مع توري وهما ضاحكين ناشطين غيبان بلي ولاو قراب وبالفعل ما غادي فين تسالي هاد الليله حتى غيوليو بجوج نعيشو غيرك فاهم. نرجعو عند ايلاي من بعد داكشي اللي طرا ليهم ورما هضر معاه كريس غنشوفو داخل دوم ياكي هو وشي صحابو والصباح فجرو بين المدرسه لقاهم رونوها كامله خسروا ديك الصباغه هرسوا لي فاز ديك تقول قاعات ديكور. المهم رونوا الدنيا باش ينتقموا منهم. لاروسو شاف هاد الشيء حقد هز طوموبيلته وعفطه وحده الكوبرا كاي وهما كيتريني ودخل عليهم كبتها مع جوني. جوني في هاد الوقيته ما فراتو ما يتعاود حيت كريس لي صيفط ايلاي واللي معاه دمرو دوم ياكي. بدا لاروسو كيقول ليه بلي ما قدرش يواجهو نيشان داكشي علاش لجأ لهاد الاساليب وبلي هو خواف حتى قربوا يشبكوها وهو يتراجع جوني في اخر لحظه وتحرك لاروسو في حاله. شي تلامد كانوا كيترينيو في كوبرا كاي من شحال هادي ما عجبهمش الوضع هنا ومن بعد هاد البلان اللي وقع اليوم تاكدوا بلي صافي هاد المدرسه ما بقاش صالحه ليهم وديك الساعه هزوا حوايجهم وتبعوا لاروسو لدوم ياكي. جوني من بعد هاد الشيء اللي وقع طيح تلامد تراكسيون باش يخليهم يقروا شكون خرب المدرسه. بقى وطلع هبط طلع هبط يديهم فشلوا ووالو ايلاي ما بغاش يقر. في هاد الوقيته جوني جا اتصال قالوا ليه فيه راه واحد من صحابو القدام في السبيطار وهو كيقول لهم بلي شويه غيجي غيكون كريس كيوصي ايلاي ما يعترفش واخا يوقع اللي وقع حيت الا مشى جوني حتى عرف بلي هو اللي صيفطو غيجري عليه. خرج جوني طلب من كريس يتكلف بالمدرسه وش الطريق يشوف صاحبه في السبيطار. وصل تما تلاقى صحابو القدام ودخلوا عنده يشوفوه. كانت حالته حاله وكيبان بلي ما بقاش ليه بزاف ويعقدهم وحيت السبيطار ما كان غينفعو بوالو قرر جوني وصحابو يخرجوه يفوش شويه. بالفعل هزوا الماطر ديالهم
وجدوا الطريق يتفكروا ايام الشباب. دازوا على كاع دوك البلايص اللي كانوا كيمشيو ليهم، ضحكوا نشطوا دابزوا، وفي التالي قصدوا واحد الغابه يخيموا فيها. في نفس الوقت استغل كريس الغياب ديال جوني وبدا كيغسل التلامذ ديالو دماغهم وكيحرضهم باش يرجع كوبرا كاي القديمه. بالفعل غينجح في هذا الشيء وغيخلي كاع التلامذ اللي منهم ما يقدروا يشوفوا قدوه ليهم. نرجعوا عند جوني وصحابه، صاروا في ديك الغابه بقوا كيهضروا على ايام الشباب كيضحكوا حتى داهم النعاس. صباح فاق جوني على صوت صحابه كيبكيو، ناض كيجري لقى صاحبهم اللي خرجوا يفوج مات. هنا كاع داك الضحك اللي ضحكوا البارح تحول لبكا، عياو يحاولوا يفيقوه اتصلوا بالاسعاف ولكن والو، مول الامانه دا امانته. من بعد ايام داروا ليه جنازه دفنوه، ديك الساعه رجع جوني الكوبرا كاي. في اول نهار ليه من بعد هاد الغبره لقى بلي كريس مخرجهم يديروا واحد التدريب في الغابه. جوني في الاول رفض ولكن ملي بقاو التلامذ كيلحقوا عليه وافقوا تحركوا للغابه. في التدريب ديال اليوم غيتقسموا لجوج فرق، الفريق الاول عندهم شاره حمراء والفريق الثاني كحله. الفريق اللي تحيد لكاع الاعضاء ديالو الشارات من راسه ما يخسر. عطاهم كريس شارات البدايه، ديك الساعه تفرقوا في الغابه وبدا كل واحد كيتربص بالاخر. نمشيو عند لاروس ولا يكون حتى هو غادي مع التلامذ ديالو مزيان، كيعلمهم الحركات كيخليهم يوليو قاصحين، وهذا الشيء غيبان في ديميتري اللي كان غامض عبال ولا حتى هو كيضرب. التقدم ديال لاروس في المدرسه لهاه بزاف على الخدمه وخلى العائدات ديالهم تراجع بزاف، وهذا الشيء كاع عليه مراتو اماندا. نرجعو عند جوني والفريق ديالو، كاع الاعضاء ديال الفريق ما قال تحيدوا لهم الشارات، بقى واحد نقز عليه ايلا يحيدها ليه وراه واحد الميداليه خدها من المدرسه ديال لاروس نهار التخريب. ميغيل شاف الميداليه عرف هو اللي خرب دومياغي، خرج ليه يسولو علاش دار هذا الشيء، قال لي انتقمت منهم حيت ضربوني في المول. حاول ميغيل يشرح ليه بلي داكشي اللي دار كان غلط كبير وبسببه تعاقبه، ولكن ايلاي ما تسوقش لهاد الهضره وهجم عليه باش ياخذ الشاره. بداو دقه فيا دقه فيك وغيبان بلي حاقدين على بعضياتهم، وكل واحد كيشير على الاخر بدقه لا جات فيه محال يعاود يجمع الوقفه. ضرب ايلاي ميغيل مع الشجره، نقز عليه يعاودو خواليه، شير عليه بركله الكرش كود الوجه وشقلب حبو جابو على ظهره. وصلوا الاساتذه والتلامذ لقاهم جبدوا في الارض، دار فيه كريس دوك الشوفات ديال مطرح موش وهو يرجع دار عليه بركله نعسو. جوني شاف هاد الشيء عرف كريس غسل التلامذ ديالو دماغهم وندم حيت خلاهم معاه. في الاخير مشى عند ميغيل هضر معاه على هاد الشيء اللي دار، شرح ليه بلي ماشي هو هذاك وتحركوا في حالهم. في الليل وروبي في دار لاروسو سمع الدقان، غوت لصامت حل ما تكلماتش ليه. ديك الساعه مشى فتح الباب لقاه ميغيل. روبي في الاول بغى يدابز معاه وهو يجبد ليه الميداليه اللي سرق ايلا يعطاها ليه وتحرك في حاله. في هاد الوقيته ضرب روبي على سام هابطه وهو يخبع الميداليه في جيبه وقال له غير شي حد غلط في الدار. نمشيو لكوبرا كاي. من بعد ما خوات المدرسه دخل جوني يسول كريس شنو دار التلامذ في هاد المده اللي خلاهم ليه. بدا عليه كريس باللي كانوا ضعاف هو ردهم قويين وباللي خلاهم ما يبقاوش يحنوا في الاعداء. حاول جوني يفهمو ما باغيش يعلمهم داك الشيء، وملي بقى كيعارضو كيحاول يفرض عليه طريقته في التدريب جرى عليه من المدرسه. سالات الليله والنهار الاخر والتلامذ ديال لاروسو كيترينيو، لقاو ديك الميداليه اللي رجع ميغيل وغيكون روبي حطها تما باش يلقاوها وما يضطرش يقول لهم راه ميغيل رجعها. نمشيو عند جوني وهو خارج من الدار لقى كارمين موين ميغيل راجعه مع شي حد. هنا بان في وجهه بلي بقى فيه الحال وغنعرفو بلي كتعجبو. المهم عرفاتو عليه، سلمو على بعضياتهم وتحرك للمدرسه يدرب التلامذ ديالو. التلامذ ملي عرفوا بلي كريس مابقاش غيجي بقى فيهم الحال في الاول، ولكن من بعد كملوا التدريب عادي حيت ما عندهم ما يديروا. سالات الحصه، جا الليل وروبي عاد على سام لواحد الكلوب ديال السكي، تلاقاو مع توري وميغيل. سام شافته مع توري بقى فيها الحال، وحتى ميغيل وقع عليه نفس البلان فاش شافها مع روبي. المهم توري مشات تكمل خدمتها، سام مشات دير السكي مع روبي، واحد شويه تهرس لها السكي ديالها وهي كتبدلو. جا عندها ميغيل يدوم على هذا الشيء اللي وقع، وهو كيقول لها بلي خاصهم ينساو داك الشيء اللي فات وبلي خاصهم يتقبلوا بلي ما بقاوش بجوج. ضربات عليهم توري وغيبان بلي حقدات على سام. نمشيو عند جوني وهو في واحد الريستو سمع داك الصوت اللي شاف الصباح مع مين ميغيل كيعاود صاحبو عليها، قال لي بلي عندها ولد وبلي غيستغلها غير شي ليلات ويلوحها. جوني سمع هذا الشيء دارت ليه النقشه ومعاه خرج داك الصوت تبعو. في الاول جوني دوى معاه بالادب، قال لي راه سمع داك الشيء اللي قال على كارمين وخاصو يبعد عليها الا كان غير كيتفلى. بغى داك الصوت يخرج في عينيه وهو يخلي ضربوه. نرجعوا للكلوب ديال السكي، بدلات سام السكي ديالها وهي غادا مع روبي دخلت فيها توري. سام في هاد اللحظه تخطات، جات كتجري ضرباتها بنص قلبات الكوموند اللي كانت دايه وجابتها عبار مع ميغيل اللي فاش شاف هاد الشيء دار فيها. بغات سام تشرح ليه باللي هي اللي بدات وهو يجي السيكوريتي يجري عليها. وجوني راجع للدار لقى مين ميغيل جالسه قدام الباب وكتبان كاعيه. سولها اش واقع، قالت لي داك الصاط اللي شفتي الصباح كان داير معايا اليوم نخرجوا خوا بيا. جوني دار بحال ما فراسو ما يتعاود، قال لها ود الحرام ما يستاهلكش اجي تخرجي معايا. كارمين وافقات وهنا غتبدا العلاقه ديالها مع جوني. من بعد ايام غدير مون صاحبه سام حفله، غتعرض على بزاف ديال صحابها وغتعرض حتى على كوبرا كاي ودومياغي باش زعما يتلاقاو ويحاولوا يدويو، ولكن عكس داك الشيء هو اللي وقع. دابز ايلاي مع ديميتري، سام حتى هي تناقشات مع توري وهي كتشرب. جات عندها صاحبتها ايشي حاولت توقفها حيت بانت لها فوتات بزاف. ملي قالت لها توقف ردت عليها سام بلي ما غاداش تجي توريها شنو غدير من بعد ما خربوا المدرسه ديالهم. هنا فهمتها ايشي راه ايلاي هو اللي دار داك الشيء وقالت لها بلي ميغيل رجع الميداليه اللي تسرقات. سام سمعت هاد الشيء تفكرت ديك الليله فاش قالها روبيعه شي حد غلط في الدار، خرجت للجرده يضرب فيها البرد وتفكر في البلان اللي قالت لها عائشه. تما
بان لي ميغيل دايز غوتات ليه، طلبات منه السماح على داكشي اللي فات، شكرات وحتى رجع الميداليه ومعها كانت مفوته شويه. وصافي نعيشو غيرك فاهم. من زهره شافتها توري وغيبان بلي حقدات عليها وناويه تنتقم منها. في الدار وكلشي مجموع ضاحكين ناشطين، هز ديمتري الميكرو بدا مطلع على ايلاي. ايلاي دارت ليه النقشه بغى يمشي يضربو تعرض ليه كريس، زاد واحد اخر من كوبرا كاي زاد روبي. هنا تجمعوا المدارس بجوج ويلا غيكبتوا اسمعوا البوليس هما يعلقوا. الدنيا ترونات، كل واحد كيقلب على اللي جاب معاه. هي ميغيل يقلب على توري والو غبر ليها الاثر. وفي نفس الوقت غنشوفوا روبي مع ونسام تخرج من بعد ما فوتات وما بقاتش قادره تمشى. نمشيو عند جوني، عرض على كارمن يخرجوا يتعشاو برا. بالصدفه تلاقى مع لاروسو حتى هو عارض على مراته. في الاول لاروسو وجوني ما تفاهموش، ولكن من بعد مده قصيره صالحتهم اماندا وكارمن، دوزوا وقت زوين بربعه. وفي الثالث اتفق لاروسو وجوني باش يديروا هدنه وينساو الخلافات ديال شحال هادي. المهم سالات الليله وصل جوني كارمن لدارها ويلا دخل هو لدارو سمع الدقان. حل الباب لقى ولدو روبي جايب سام، سولو اش كيدير هنا، قال لي سام فوته بزاف وما تقدرش ترجع لدارهم في هاد الحاله، داكشي علاش جبتها هنا. الصباح فاق لاروسو ما لقاش بنته في الدار تخلع، سول خوها عليها قال لي ما شفتهاش من البارح. ديك الساعه جاب التليفون وقلب على تليفونها، طلع ليه في الدار ديال جوني. فاق جوني طيب الفطور وهو كيقول لولدو بلي خاصو يعلم لاروسو سمع الدقان. ذكر الكرب وجد الهراوه، حل الباب لقاه لاروسو، سول واش بنته عنده قال ليه اه، وطلب منه يتهدن عاد يخليه يدخل. لاروسو في عوض ما يتهدن هاد الهضره عاد زاد سخطاته، دفع الباب برجلو ضرب جوني لوجه وكبتوها. بقى ودقه فيا دقه فيك، ضرب لاروسو جوني بركله عاود بكروشي ومع دار باش يدخل. جرو جوني من حوايجو وجا فيه بركله خبطو مع التلفازه. جمع لاروسو الوقفه باش يكبتوها عاوتاني، وفي هاد اللحظه خرجت سام كتجري وهما يوقفوا. حاول روبي يشرح لاروسو شنو وقع، قال ليه بلي غلط فاش عطاه فرصه وخدا بنته وتحرك. النهار الاخر يكون اول نهار في القرايه من بعد العطله ديال الصيف. بداو التلامذ كيوصلوا، لاروسو وصل بنتو سام، جوني وصل روبي، دخلوا للحصص ديالهم وهما كيقراو سمعوا توري كتهضر في مكبر صوت ديال المدرسه. قالت لسام بلي شاف داكشي اللي دارت مع ميغيل وجات باش تنتقم منها. ضربات الساعه خرجوا التلامذ. في الكولوار تقابلت سام مع توري، وفي نفس الوقت يكون ميغيل وروبي جايين كيجريو وكيبان بلي غاد ترون. شبكاتها سام وتوري، ميغيل وصل بلي روبي كيفكم حساب لي شانق على توري وهو ينقز عليه كبتها معاه. تخلطات كوبراكاي مع دومياغي وهنا غد ترون. اي لايف حيلا كان غير كيتسنى في هذه الفرصه، شدها من الطرف، الطرف ديال الكولوار اي وازريق زير معايا، وبقى جاي وكيخلط في التلام ديال دومياغي، كيهز ويضرب مع الحيط الركيل الكروشيات. وفي نفس الوقت يكون ميغيل وروبي كيتبادلوا الدق. هاك شد لقى ناري الدريه، هاك الفقيره تمك. ميغيل ضرب روبي لاحو، طلع كيجري في كتوري خلطاتو حتى هو مع سام. في نفس الوقت يكون ايلاي كيجري مور ديميتري وكيبان بلي حاقد عليه ولا شدو غيمحطو. بالفعل قدر يلحق عليه حاصر في واحد القنت، ولكن اللي ما عرفش هو حتى ديميتري تعلم الكاراتي. شير عليه بكروشي طاكاه وهزو ضربه مع واحد الفيترينا غيبو. هاكا قدر ديميتري يغلب ايلاي، سام غيبات توري، وميغيل في هاد الوقيته يكون مطيح روبي وكيدخل ليه. هاك شد لقى عطاه قتله ديال الكلاب، هزو ضربه مع الارض وحتى كان يهرس ليه يدو وهو يوقف من بعد ما تفكر الهضره ديال جوني. ويا ريت وما وقفش. روبي مع ناض غفلو جا فيه للراس وضربو بركله لاحو من الدوزيام ايطاج. جابها ميغيل مع الدروج وغيبان بلي محال يزيدها. هزوها للسبيطار، جات عند امو من بعد ما وصلتها الخبار، ومن بعد مده وصل حتى جوني وهو داخل يشوفو. سمعتو كارمين الهضره وحملتو المسؤوليه ديال هادشي اللي وقع. جوني بقى فيه الحال بزاف من جهه ميغيل، داز على واحد البواط خدا قرعه باش ينسى وقصد الصال ديالو. جبد سيرو تيحل الباب لقاه محلول، دفعو ودخلت مع صوت التلامذ ديالو كيدربو. قصد البلاصه اللي كيجي منها الصوت لقاهم مع كريس. سولو اش كيدير هنا من بعد ما جرى عليه، بغا جوني كبتها معاه وقفو قدامو التلامذ. سولهم شهادشي كيديرو، قالوا ليه بلي بسببه ميغيل دابا في السبيطار، وكون ما قالش ليه حن في العدو كان غيهرس الروبي يدو وغيتفادى هادشي كامل. قال جوني لكريس هانت خدي دي التلامذ، ولكن المدرسه راه مازال في سميتي. هنا غيصدمو كريس بلي هو مسافر اتفق مع مول البنايه وقنعو يكري ليه في المقابل غيزيدو في الثمن. هكا قدر كريس ياخذ ليه كوبرا كاي وخلى حتى التلامذ يوليو يحترموه. في الجهه الاخرى لاروسو حتى هو حس بلي كان سبب في هادشي اللي وقع وقرر يسد المدرسه ديالو. دازو جوج ديال السيمانات عداك الشغب اللي وقع في المدرسه، ومن ديك الساعه وميغيل داخل في غيبوبه كيبان محال يفيق منها. روبي اللي لاحو من الدوزيام ايطاج خبر ليه الاثر، ومن ديك اللحظه والبوليس كيقلبوا عليه. اما جوني فدخل في حاله خايبه ديال الاكتئاب بسبب داكشي اللي وقع لولدو اعز تلميذ عنده. نمشيو عند لاروسو وهو كيدير الجرد للطوموبيلات ديال الوكاله، لقى وحده ناقصه. بقى كيفكر شويه، هنا طاح ليه في باله بلي غالبا روبي لا يكون خداها. ديك الساعه جبد الموقع ديالها بجي بي اس وشد الطريق. بقى دور من هنا دور من لهيه حتى وصل الموقع ديالها. تما غيتصدم بالجهاز ملوح في الارض، وغالبا يكون روبي حيدو لاحو، الشيء اللي كيعني بلي ما يكونش بعيد بزاف على هاد البلاصه. وحيت المنطقه كبيره وما يقدرش يقلب فيها بوحده، قصد جوني قال لي هاد الشيء وقنعو يتعاونوا بجوج باش يلقاوه. نمشيو عند ميغيل، بداو الضربات ديال قلبو كيتسارعوا، الاطباء تخلعوا، وفي هاد اللحظه غيفيق من الغيبوبه. من بعد معيا لاروسو وجوني بالتقلاب حدا البلاصه اللي لقاو فيها الجي بي اس، طاح لهم في بالهم صحابو اللي كان سلخ لاروسو ديك المره. ديك الساعه مشاو عندهم للسجن، صحابو في الاول ما بغاوش يعاونوهم وبقاو مطلعين عليهم، وهو يدير جوني لواحد ديك مهق، مع
هبدا نيفو كينزف. بدا الاخر كيقر بنادم كاموني قال لهم بلي كانوا شحال هادي كينصبوا على الناس مدينه بانوراما، وحيت روبي كيعرف يتعامل مع الناس تما غالبا يكون فيها. خداو صحابنا هاد المعلومات وشدوا الطريق لبانوراما. من بعد مسافه حبسوا يديروا ليسونس، تما غيبان لهم واحد بالطوموبيل اللي سرق روبي من الوكاله. داك الصاد ضرب عليهم علق، ديك الساعه ركبوا في الطوموبيل وعفطوا مورا. بقى هو مكسيريه هما تابعينه حتى قرب يوصلوا ليه وهو يسمح في الطوموبيل ودخل لواحد الكراج. تبعوه صحابنا تما غيلقاو راسهم محاصرين. حاولوا يشرحوا لهم بلي كيقلبوا على شي ولد ولكن والو ما كاين معاه من تهضر. هجموا عليهم بدا لاروسو جوني كيدابزوا معاهم والدعوه غترون. جوني كيسلخ في جهه لاروسو كيسلخ في الجهه الاخرى، وملي خلاو الطايح اكثر من نايض ضرب جوني داك الصاط اللي لقاوه بالطوموبيل مع الارض وبدا كيسول على روبي. داك الصاط ما كان عارف والو، هي يقول لي بلي سرق لي الطوموبيل، ولكن جوني بقى كيدخل ليه حتى قرب يصفى الحبو وهو يدخل لاروسو فكم وخرجوا من تما من بعد ما تاكدوا بلي ما عارفين والو على روبي. في العشيه مشات جوني يزور ميغال في السبيطار، كان فرحان حيت شافو فاق وبدا كيتحسن. وهنا غيصدموا بلي قال ليه الطبيب محال يقدر يتمشى مره اخرى. جوني سمع هادشي عيني عمرو بالدموع، حاول يهدنو ويقنعو بلي كلشي ممكن، ولكن هنا تسيف عليه ميغيل وطلب منه يخرج من بعد ما قال ليه بلي هو السبب في هادشي، حيت كون ما قالش ليه حنف العدو ديالو كان غيهرس روبي يدو ما يوصلوش لهادشي كامل. في الجهه الاخرى روبي مشى يزور امو، امو مع شافتو اتصلت بلاروسو، ومن بعد مده قصيره وصل هو البوليس. سولو روبي شهادشي دار، قال لي الحل الوحيد هو تسلم راسك وانا غندير لك محاميين، حيت الا شدوك وانت هارب غتكون العقوبه كبيره. لاروسو دار هادشي باش يعاونو، ولكن روبي ما دخلاش ليه هاد الهضره في راسو وبان في وجهو بلي حقد عليه. من تما هزوه الاصلاحيه تحكم بشي مده قليله كيف ما وعدو لاروسو، ولكن واخا هكاك مازال حاقد عليه وفين ما كيتصل بيه ما كيبغيش يجاوبو. ميغيل من بعد ما داروا ليه مجموعه ديال التحاليل قالوا ليه الاطباء بلي خاصو يخضع لشي عمليه غيحاولوا فيه يخلوه يمشي عاوتاني. المشكل هو هاد العمليه خاصها فلوس بزاف. التلامذ ديال لاروسو ما عرفوا هاد الشيء، داروا حمله ديال جمع التبرعات باش يحاولوا يعاونوه، وفي نفس الوقت جوني قصد باه اللي كان ديما كيتفاداه باش يطلب منه فلوس. باين جوني كان كون نيما ضربوا لوجهه ما ضربوا لجيبه، رفض يعطيه الفلوس. وجوني خارج من تما كيعيب بانت لي واحد التحفه غاليه هزها باعها. وفي العشيه غنشوفوه كيخلص فلوس العمليه في السبيطار. شافتو كارمين مشات شكراتو وطلبات منه يبقى معاه حتى تسالي العمليه. في الجهه الاخرى قدروا التلامذ ديال دومياكي يجمعوا بزاف ديال الفلوس من الحمله اللي داروا، ولكن واحد منهم كيوجد باش يديها للسبيطار. دوروا اليه وصحابو خداوها ليه ومحطوعه. دومياكي كانوا حابسين التدريب، ولكن من بعد هادشي اللي وقع لصاحبهم قررت سانت رجعهم يترينو بالتخبي على باه باش يقدروا يدافعوا على راسهم. دار ميغيل العمليه، من بعد ايام خرج من السبيطار. ديك الساعه بدا الترويض املا انه يقدر يتمشى مره اخرى. نمشيو للحبس الله يستر، نمشيو زعما نضربو بيه الحبس. من النهار اللي تشد فيه واحد ثلاثه ما باغينش يبعدوا منه، كيضربوه كياخذوا ليه حوايجو، المهم حرينها فيه. وهما قال بلي الفراج ديالهم طلعينا عليه فحال ديما. جا الضابط قال لي عنده زياره وخداه. دخل صاحبنا لقاعه الزياره تما تفاجئ بكريس كيتسناه. في الاول دخلوا بالضرافات سرحوا مزيان، وملي بان ليه كيسمع ليه بدا كيدخل ليه داكشي ديال كوبرا كاي فراسو. في الاخير قال ليه روبي بلي ما محتاج استاذ اخر، ولكن غيبان في وجهه بلي اثر فيه. في الجهه الاخرى من بعد ما مشى المرويد في حاله بدا جوني كيحاول يعاون ميغيل بطريقته. حلق ليه واحد المجله عامره بالقنبول نعيش وغيرك فاهم، وبدا كيخليه يحاول يوصل ليها. بالفعل صاحبنا كان بدا كيوقف، ولكن في الاخير طاحت ما كيقدرش يتحكم في رجليه. ملي فشل هذا البلان قرر جوني يجرب حاجه اخرى، وهذا المره شعل ليه العافيه في رجله وتبته من يديه باش يخليه يطفيها، ولكن حتى هذه الفكره ما جابت حتى نتيجه. نمشيو لمدينه الملاهي، واحد من صحاب سام خدام تما جمع ليه ايلاي وصحابه. بقاو مطلعينها عليه، خداو ليه داكشي اللي كيبيع، ومع تحركو هز التليفون اتصل بسام. ومن بعد مده قصيره وصلت هي وربعه اخرين، الشيء اللي كيعني بلي سام وصحابها خمسه وايلاي وصحابه غير ربعه. وهما في واحد البلاصه كيضحكوا على داك الصاد، دخلات عليهم سام واللي معاه باش ينتقموا لصاحبهم. وهنا غترون شبكات كروشيات ركل نصوصه. في الاول سام واللي معاه سلخوا ايلاي وصحابه، ولكن في هاد الوقيته وصلت توري وحدين اخرين من كوبرا كاي وتقلب كلشي. سام غير سمعت صوت توري تخبعات، وهنا شبك ايلاي واللي معاه في الاخرين. هاك شد لقى هاك الفقيره تمك، صلخوهم كاملين. وملي خلاو طايح اكثر من نايض هرس ايلاي لديميتري يدو وخلاه كيفركل تما وتحركوا. نمشيو عند روبي، من بعد الزياره ديال كريس اللي تاثر بالهضره ديالو وهو داخل القاعه ديال الانفورماتيك لقى هذوك اللي كيبسلوا عليه تما، وعلى خلاف شحال هادي فين ما كان كيشوفهم كيتفاداهم. هاد المره قصدهم نيشان، غفى لهم جا في اللوين بركله للوجه وشد الاخرين. جا في الاول بكود عاودوا بركله، ثاني ضرب مو بنص جابوا للضص وشبكه هو اللوين. بقاو ضربه فيا ضربه فيك، بغى اللوين يضربوا مع الحيط خواليه ضر عليه بركله للوجه وتلاحوا برا. دخل ليه اللوين حتى هو شي ركلات، ولكن دغيا عاود تقلب عليه براكه مع الحيط بقى عليه بالكودات. في الاخر شدوا معنقو ضربوا مع الارض، وهما يوصلوا الحراس فارقهم وخذوا كل واحد الزنزانه ديالو. مور المدابزه ديال روبي واللوين حتى واحد ما بغى يشكي بالاخر، وهذا
هذا الشيء خلى كل واحد منهم يحترم الاخر ويوليو صحاب. في الليل غنشوفوا جوني دي ميغيل واحد الحفله يبدل الجو. دخلوا ليها بقوا على الضحك النشاط، واحد شويه ضرب على رجل ميغيل بنت اللي كتحرك. ديك الساعه رجع كيجري بيه للدار ورا هذا الشيء لامو اللي معاه شافته وشكرات جوني وكانت كتبان غطير بالفرحه. النهار الاخر والتلامذ في كوبرا كاي كيوجدوا باش يبداو التدريب، دخلوا تلامذ جداد اللي كان منهم كايلر وغنعرفوا بلي كريس مدة هو مراقبهم، وملي بانوا ليه مناسبين مشى عرض عليهم ينضموا لكوبرا كاي وهما وافقوا. وفي هذه الوقيته غيبان بلي ايلاي مازال منكري من كايلر حيت دوز عليه شحال هادي. بداو التدريب، بدا كريس كيدخل القدام مع الجداد، واي واحد خسر كيجري عليه من المدرسه. في هذه اللحظه دخل كريس صاحب كايلر ويلا يختار لا يدخل ضده، قال لي ايلاي انا ندخل. ما عطاهم كريس الشاره ديال البدايه، بدا ايلاي كيدخل داك المبطبط كل كروشيات حتى دوخو. ديك الساعة جابو الأرض وبدا كيضغط عليه وجهه وكيتفكر داكشي اللي دوزو عليه. نمشيو عند لاروسو، من بعد داكشي اللي دارو كوبرا كاي البنت وصحابها قرر هو ومراتو يلقاو شي حل باش يوقفوا كريس. وأول حاجة طاحت ليهم في بالهم هي ياخدوا ليه اللوكال اللي داير في المدرسة. في الليل غنشوفوهم كيتعشاو مع مول لوكال، سولهم شنو بغاو، عرضوا عليه كريم من عندو المحل بالدوبل باش كريم من عندو كريس. مول لوكال كان طميميح داكشي علاش دغيا وافق. والنهار الآخر خدا معاه واحد جوج وجوج شرا وقصد كريس يخرجو. نخليهم يتفاهموا معاه ونمشيو عند ميغيل. من بعد مدة وجوني مقاتل معاه أخيرا ولا كيقدر يوقف وكيبان بلي حالته كتحسن. ولاروسا ومراتو محتفلين حيت قدروا يخرجوا كريس من الصال. اتصل بهم مول لوكال، سولوا لاروسا واش صافي خرجوا، قال لي بلي ما بقى بيناتهم لا اتفاق لا والو. وهنا غنعرفوا بلي كريس سرق هو وهذوك اللي جاب معاه. ولاروسا كيسولوا على السبب خدا كريس التليفون وقال لي يوجد راسو حيت قريب غيصيفط كوبرا كاي للتلامذ ديالو دخل يضربوهم. الوقت كيدوز، ميغيل غادي وكيتحسن، وفي هاد الوقيته بدا يوميا كيتدرب مع جوني. في الاول كان كيمشي بالعكاز، موراه حتى العكاز حيدو، ومن بعد مده ولا فحال الاول. النهار الاخر يكون اول يوم ليه في المدرسه من بعد داكشي اللي وقع. كلشي رحب بيه، جاو صحابو سلموا عليه، وفي نفس الوقت يكون جوني كيدور من بلاصه لبلاصه كيحاول يلقى لوكال يفتح فيه مدرسه جديده، ولكن كاع البلايص اللي لقى كانوا غاليين بزاف. داكشي علاش قرر يبدا يدرب التلامذ في واحد الحديقه حتى ترقع وديك الساعه يشوف لوكال. في العشيه والتلامذ ديالو القدام في المدرسه وقف عليهم، طلب منهم السماح على داكشي اللي فات، شرح لهم بلي الا بقاو مع كريس يخرجوا على راسهم، وفي الاخير قال لهم غدا غتكون اول حصه في المدرسه الجديده. في الجهه الاخرى غنشوفوا لاروسو حتى هو كيدرب بنته باش في حاله هجموا عليهم كوبرا كاي مره اخرى تقدر تدافع على راسها. في العشيه غتكون اول حصه في المدرسه الجديده ديال جوني. كانوا عنده شي وحدين قلال منهم هذوك اللي جرى عليهم كريس، ولكن واخا هكاك عجبوا الحال حيت في الاصل كوبرا كاي كان بدا غير بميغيل. عطاهم تيشيرتات كان مكتوب فيهم ايجل فانكس 100 ديال مدرسته الجديده، ويلا غيبداو التدريب. وقف عليه كريس والتلامذ ديالو، بدا مطلعها عليه حاول يحطمو، وفي الاخير عرض عليه يرجع يدرب معاه في كوبرا كاي، ولكن جوني رفض العرض ديالو وقرر يركز جهده كامل على مدرسته الجديده. من بعد ايام سال روبي المده اللي تحكم بيها، وهو خارج من مركز اعاده التاهيل لقى باه ولاروسو كيتسناو. حاول كل واحد منهم يخليه في الصف ديالو، ولكن هو ما كان باغي حتى واحد منهم. في المدرسه وسام دخلت قرات لقات ميغيل، حضروا شويه على داكشي اللي فات، قرروا ينساو يبداو من جديد، وبالفعل داكشي اللي غيكون. وفي الليل غنشوفوه عارض عليه لدارهم، جلسوا في المدرسه ديال باها، ضحكوا شربوا شي حاجه، وهما كيتدربوا بجوج. دخل روبي ملي شافهم هكاك بان فوجو باللي حقد، بغى يدابز مع ميغيل، وقفت وسام وجرات عليه من تما. ديك الساعه مشى ديريكت عند كريس يلتحق بكوبرا كاي. مور ما كان جوني السبب في علاج ميغيل، رجع هو ومو كارمين في علاقه مره اخرى. والصباح هو كيفطر وصلوا ميساج من عند ليكس ديالو الي، قالت لي في بلي رجعت للمدينه وما كرهاتش تغدى معاه. اما اللي كيجي الخير كيجي في دقه، كتكون حياتك كامله بوحدك كي الكلب. اون فوا كتلقى شي بنيه ظريفه، عاد ليكس كتوحشك، بنت خالتك كتولي تسول فيك، وحده قرات معاك في التالت حتى هي كتصيفط لك ميساج. المهم ومعها حنا ظريفين وما كنبغيوش نقولوا لا للعنصر النسوي. في العشيه غنشوفو كيتغدى مع الي، دوزوا وقت زوين، هضروا على ايام الثانويه. وفي الليل مشاو لمدينه الملاهي اللي كانوا كيمشيو لها في صغرهم، وغيبان باللي قراب بزاف. في الجهه الاخرى وميغيل مع سان في دوم ياغي، دخل لاروس ولقاهم وصافي حيد الدار كيتفرجوا. في الاول ما عجبوش الحال حيت ميغيل ترميد ديال جوني، ولكن ملي بقى كيدي ويجي معاه الهضره جاه ظريف ارتاح ليه بزاف. وفي الاخير قال ليه بلي يقدر يجي يتدرب هنا فوق ما بغى. في الليل جمعت سام التلامذ ديال دوم ياغي، ميغيل جاب التلامذ ديال المدرسه الجديده اللي فتح جوني، وهما كيتفقوا باش يتحدوا ضد كوبرا كاي. هجمات عليهم توري واللي معاها، والدعوه غترون. كوبرا كاي كانوا فايتين بزاف ميغيل واللي معاه، داكشي علاش قدروا يسلخوهم بسهوله. وهنا كايل راه يستغل الفرصه ديال ميغيل مازال ما براش في مره، وغيبدا يدخل ليه باش ينتقم منه حيت ضربوه ديك المره في المدرسه. في نفس الوقت غنشوفوا توري محاصره سام في واحد القاعه، وكيبان بلي ما غاداش ترحمها. نخليو هادو مشبكينها ونمشيو للحفل ديال الهالوين. تلاقات الي وجوني مع لاروسو ومراته، وجلسوا يحتفلوا مجموعين. تما بقوا كيضحكوا وكيتفكروا فاش كان جوني ولاروسو كيدابزوا عليها، وما جات فين تسالي الحفله حتى تقريبا صالحوهم. في دوم ياغي غتكون توري محاصره سام وكتشير عليها وهي غير كتخوي، حتى لهاد اللحظه هرست واحد التصويره عزيزه على باها وهي تسخط.
هزات عصا كانت تما وبدات كتدخل للتوري. نمشيو عند ايلاي، ضرب على صاحبو ديميتري ومي قال لي كانوا معاه فاش كان ضعيف كياكلوا العصا. هنا حس بالذنب وقرر يعاونهم. هجم على هذوك اللي شادين ديميتري، ضرب حبهم طيحهم، طلب من ديميتري السماحه. ديميتري سمح ليه. ديك الساعه تحدو ضدهم واللي قرب كيديروا الحب والشقمق الحيره. هاك شد لقى كايلر في الاول غمق على ميغيل، براكا مع الحيط وبدا كيدخل ليه. ولكن ملي شاف ايلاي ولا معاهم في حيله تحفز، دار الحب بواحد الركله، دار لي واحد اللعيبه ما عرف شنو سميتها وجا فيه اللوجه غيبو. نرجعوا عند سامو توري، حيدات سامو توري السنسله براكاتها مع الحيط، ولكن واخا كاع داكشي اللي دارت ليها ما بغاتش تضربها. وفي نفس الوقت وصل ميغيل وايلاي اللي ولا معاهم. هنا عرفت توري بلي ما عندهاش فرصه قدامهم وتحركت في حالها. سالات الحفله اللي مشى لها جوني مع الي، وهما خارجين من تما عاود لي على كارمين. وهاد جوني طلع راجل مزيان. الي سمعت بلي في علاقه بان بلي بقى فيها الحال، ولكن ما عندها ما دير. شكرات وحيت خليها دوزت وقت زوين وفكرها في ايام الطفوله. في الاخير توادعه وتحرك جوني من تما، وهو متاكد بلي باغي يكمل حياته مع كارمين. داز عندها للدار يقول لي هاد الشيء، تما تصدم ميغيل كامل مفرشخ من المدابزه ديال كوبرا كاي. ديك الساعه مشى نيشا لكوبرا كاي، وصل فرع الباب لقى ولدو كيتريني مع كريس. ديك الساعه زاد سخط، هجم على كريس، كريس هجم عليه، وهنا غترون. شير جوني على كريس بركله للجنب، عاود بكروشي للكرش، وبدا كيدخل ليه اللوجه. هاك شد لقى، طار عليه اللوجه طيحه وكمل عليه بالركل. سلاغ حبو مزيان، ومن اللي بغى يكمل عليه دخل روبي. هاي هاي على المصيخيط. في الاول جوني ما بغاش يضربه، ولكن ملي شافو زعما جاب حبو مع البلاكار غيبو، وهو كيحاول يفيق وجاري كريس من اللور ضربه بحديده، مورا خنقو باش يصفيها ليه. حتى قرب جوني يعقدهم، وهو يوصل لروسو جاف كريس بركله لاحو. بداو عاوتاني دقه فيا دقه فيك، هز كريس لروسو لاحو برا، خدا واحد الطرف ديال الزجاج باش يصفيها ليه. هنا بدا كيستعمل لروسو واحد الاسلوب سري علمو ليه مياكي. طاك عليه اليد الاولى ضربها لواحد البلاصه شللها، شلل ليه حتى اليد الثانيه، ويلا غيصفيها لحبو. وصلت بنتو ميغيل هو يوقف. كريس شاف راسو حصاوي الا درها ولا غتخلى ضربوه، اختار عليهم يوقفوا المدابزه ديال الشارع ويفاريوها في البطوله. الا ربحوا هما غيسدكو براكاي وخوي المدينه، والا ربح هو الخبر في راسكم. مور هذا الاتفاق كلها تحرك في حاله. كريس اتصل بشي صاحبو كان معاه في الجيش محتاجو في شي حاجه، والنهار الاخر نشوفو لروسو جوني جامعين التلامذ ديالهم كاملين. من بعد ما قرروا يتحدوا ويدربوهم بجوج، بداو كيدربوا التلامذ بجوج. الامور مشات مزيان في الاول، ولكن من بعد لقاو راسهم مختلفين بزاف. ديك الساعه قرروا يقسموا التلامذ عاوتاني وكل واحد يدرب في جهه، ولكن حتى هذه القضيه ما نجحاتش. لروسو كيعلمهم داكشي ديال التركيز، جوني عزيز عليه الغوت والعصا، ما تفهموش كاع. وفي نفس الوقت نشوفو كريس مع صاحبو تيري اللي كان بدا معاه كوبرا كاي، اقترح عليه يجي يعاونو في التدريب عاوتاني، ولكن تيري كانت عنده حياه جديده ولا في الكومفورت زون. في الاول تحمس شويه ملي سمع بلي جوني ولروسو اتحدوا، ولكن في الاخير بانت ليه الفكره ديال يرجع للماضي غير مضيعه للوقت. داكشي علاش رفض العرض ديال كريس. نمشيو لكوبرا كاي، في الغياب ديال كريس قرر روبي يتكلف تدريب كوبرا كاي بين ما يرجع، ولكن تلامد بطبيعه الحال غيرفضوا هذا الشيء. هنا قال لهم روبي يهجموا عليه كاملين، والا قدر غير واحد منهم يضربوا غيمشي في حاله. هجم عليه كايلر هو الاول، رفعه بالنص، الثاني جا فيه بركلات، الثالث كود الوجه، وبدا اللي جا عنده كيدير حبو السكسر بالك. سلخهم كاملين. ديك الساعه قبلوا يكون المدرب حتى يجي كريس. في الجهه الاخرى اتفق لاروسو وجوني باش يفرقوا المدرسه عاوتاني، وكلها يتكلف تدريب التلامذ ديالو. ولكن ملي جاو الصباح يقولوها ليهم، لقاوهم معاونين وكيحاولوا يوسعوا المدرسه باش يبقاو مجموعين. ديك الساعه قرروا حتى هما يعطيو فرصه اخرى ويحاولوا يتفاهموا مع بعضياتهم. النهار الاخر توري في الخدمه وقفت على اماندا، وغتكون جات لهنا باش تقولها تبعد على بنتها. بدات توري كتزايد معاها في الهضره، وهي تخليهم يطردوها من الخدمه. في الجهه الاخرى اتفق لاروسو وجوني باش كل واحد يعلم الاخر الاسلوب ديالو. والنهار الاخر بدا جوني كيتبع التعليمات ديال لاروسو باش يتعلم المياغيدو. في نفس الوقت غنشوفو حتى روبي كيعلم التلامذ ديال كوبرا كاي اسلوب مياغيدو. مياغيدو كيعتمد على الدفاع، كوبرا كاي كتعتمد على الهجوم، والفكره ديال روبي كانت هي اللي تعلمهم بجوج، حتى واحد ما غادي يقدر عليهم. جرب توري واحد الحركه باش يوري التلامذ الاخرين، وهي تسخط غفلات وضرباتو مع الارض، ويلا غتشير عليه وقفها كريس وخذها للبيرو ديالو. سولها شواقي حيت بانت لي ماشي هي هذيك، تما عاودت ليه البال اللي وقع لها مع اماندا. جوني تعلم من لاروسو بزاف ديال الحوايج على مياغيدو. سالا هاد النهار، والنهار الاخر جات نوبه لاروسو باش يتعلم من جوني. خذاه لواحد المستودع مهجور وارك التماره. انا هذا كيجيني غير فين ما شد شي عطاش كيقول لشي واحد اجي نعلمك الكاراتيه وكيديه يضربو. المهم بقى لاروسو كيهز جمار كيتعلق في السناسل تراكسيون، وملي بدا كيقصح شويه وكتبان فيه الطريقه ديالو، خذاه لواحد الملعب ديال الهوكي. تما جبد ليه صداع مع شي لاعبين وخلاه يفاري معاهم بوحدو. لاروسو بغى يفكها بالهضره كيف ما كيدير ديما، ولكن جوني عارف اش كيدير وجبد صداع مع وحدين كيفهمو غير بالكروشيات. هكا بقى لاروسو راسو وسط مدابزه وخاصو يضرب ولا غياكلها. جا في الاول بكروشي الي، عاود الاخر في الروتور هدار كلا. المهم كل هذا داكشي اللي كتاب ليه، وملي خلا ضربهم كاملين عاد جا جوني قال ليه برافو عليك دابا فهمتي الاسلوب ديال كوبرا كاي. في النص ديال العام انتقلت تلميذ جديد للمدرسه اللي كيقرا فيها ولد لاروسو، ومع الدخله وقع عليه نفس البلا اللي كيوقع لاي واحد جديد. كلشي كيطلعها عليه، كيضرب ولد لاروسو وصحابو. الولد عيا ما يصبر، في الاخير مشى عند خوه لا يكون مشدود عاود ليه هذا الشيء. وشكون غيكون هاد خوه؟ وايلا الدراري باقي شي حد كيماركي. خوه
بغى يطلع هو داك الصاد اللي كان كبتها مع روبي فاش كان حتى هو مشدود، ولكن من بعد ولاو صحاب ودابا ناوي يصيفط خو عنده يعاونه. بالفعل داكشي اللي غيوقع. النهار الاخر كوبرا كاي كيدرب ودخل عندهم، تلاقى روبي سلم عليه قال ليه بلي هو كاين اخو صاحبه. روبي سمع هادشي راه حب يدرب معاهم في كوبرا كاي. في الجهه الاخرى من بعد ما اقتنع كل من لاروس وجوني بالاسلوب ديال الاخر قسموا التلامذ عاوتاني، غير هاد المره لاروس خد التلامذ ديال جوني اللي كانوا كيعرفوا غير الهجوم باش يعلمهم الدفاع، وجوني خد التلامذ ديال لاروس اللي كانوا كيعرفوا غير الدفاع يعلمهم الهجوم. هكا كامل غيوليو معلمين الجوج ديال الاساليب. خدا جوني التلامذ ديال لاروس لواحد العماره وامرهم ينقزوا العماره الاخرى باش يحيدوا الخوف. هذا راه باغي يحيد لهم الحياه. التلامذ ديال لاروس رفضوا يديروا هذا الشيء، ديك الساعه بدا كيحاول يقنعهم. نمشيو لكوبرا كاي، كيني واخا مازال صغير كريس ما رحموش، دخلوا للحلبه، دخل معاه كايلر وقال له يبين لي، ولكن بطبيعه الحال كيني ما عنده ما يبين قدام كايلر. بقى الوقت كامل غير كيهرب. ديك الساعه قال له كريس بلي ما يصلحش لمدرسته وجرى عليه من تما. سالات الحصه، مشاو التلامذ في حالهم، وكريس دخل البيرو ديالو ودخل صاحبو تيري اللي كان معاه في الجيش وغيبان بلي وافق يعاونو في التدريب. في العشيه وكيني في الدار سمع الدقان، حل الباب لقى روبي جاي يرجع ليه شكارتو اللي كان نساها في الصال. اعتذر ليه روبي على داكشي اللي وقع في كوبرا كاي، وهو غادي في حاله سمع شي حاجه وصلته في التليفون ولاحظ في وجهه بلي سخط. خدا من عنده التليفون يعرف شو واقع، لقى التلامذ ديال المدرسه كيطلعوا عليه وكيديروا ليه فيديوهات. روبي بقى فيه، قرر يعلمو شي حوايج باش يدافع على راسو، وديك الساعه بداو التدريب في الجرده ديالهم. في نفس الوقت قدر جوني يقنع سام تنقز من العماره، بالفعل قدرات ديرها وغيبان بلي كاع التلامذ ديال لاروسو بداو كيتيقوا فيه. الصباح وكوبرا كاي كيدربوا دخل كيني عاوتاني، طلب كريس يعطيه فرصه اخرى. كريس في الاول كان غيجري عليه وهو يدخل روبي يقنعو يخليه يحاول، دخل معاه كايلر عاوتاني عطاهم الشاره ديال البدايه، وكايلر سيغ فلو كيني جا فيه بكروشي. هنا كريس وقف الكومبا وقبلوا يلتحق بيهم. النهار الاخر وكيني في المدرسه ضربوا عليه التلامذ ديال دوميا قلب تيشيرت كوبرا كاي، بقاو مطلعين عليه قالوا لي بلي خاصو يحيدو. كين تعصب بغى يهجم عليهم وهو يشدو الى يضربو مع الحيط، وقال لي ما يحاولش يخدم معاهم داكشي ديال كوبرا كاي حيت ديجا عارفينه. في العشيه غتكون عندهم حصه ديال كوبرا كاي، مع الدخله كيني قربي ولا خويا داكشي اللي دار ليه ايلاي وهما كيتفقوش غيديروا. دخل الاستاذ كريس، داروا التلامذ الصف عرفهم على تيري بصفتو الاستاذ الجديد اللي غيعاونو يدربهم، وبداو كيدربوا. في العشيه وكوبرا كاي كيتفرجوا في واحد الفيلم ضرب روبي على ايلاي وصحابو كيبسلوا على كيني مره اخرى وهو يقصد ضربات عليه توري تبعاتو جاميغير والاخرين تزادوا الاعضاء ديال كوبرا كاي وكيبان باللي غد ترون. بداو كيروحوا الهضره لبعضياتهم كل واحد كيهدد الاخر. في الاخير قال لهم ميغير نتلاقاو في الملعب من هنا 30 دقيقه تما نفاريوها. كوبرا كاي وافقوا، وبالفعل من بعد 30 دقيقه نشوفهم داخلين للتيران. عياو ما يتسناو ما بان حتى واحد، وهما خارجين من تما تقطع الضو خدموا الرشاشات فزقوهم، وهنا عرفوا بلي ميغير بيدقهم. ملي وصل هادشي لتيري وكريس هزوا الطوموبيل وقصدوا لاروسو وجوني. لاروسو ملي شاف تيري تصدم حيت قبل سنوات كان هو المدرب ديالو، ولكن اضطر يبعد عليه حيت كان غادي يخرج ليه على حياته. سولوش كيدير هنا، قال لي اتفقنا باللي غيوقفوا المدابزات حتى البطوله، وجيت باش نقول لك بلي التلامذ ديالك ما احترموش هاد الشيء. موراها امرهم هو وكريس يوقفوا ولا ما غاديش يعجبهم الحال وتحركوا من تما. لاروس عمر ما عرف تاريك يعاون كريس في تدريب كوبرا كاي، بدا كيفهم على جوني بزاف، كيقول لي بلي خاصو يخليه يدرب الدراري بوحدو حيت هو اللي عارف الاسلوب ديال تيري. جوني بطبيعه الحال ما عجبوش هاد الشيء، بقى واحد كيقول كلمه الاخر كيرد عليه. في الاخير قرروا يديروا كومبا بجوج واللي ربح فيهم يتكلف بالتدريب. اقتنعوا بجوج بهذا الشيء، وفي الوقيته لا يكون كريس وتيري كيوجدوا التلامذ ديالهم للبطوله، غيكون جوني ولاروسو كيتدربوا باش يتقاتلوا على شكون غيتكلف بالتدريب. كوبرا كاي واخا امرهم كريس وتيري يبعدوا على دومياغي ويركزوا على البطوله، ولكن والو ما سمعوش ليهم. والنهار الاخر ايلاي في المحل ديال الاوشا مجموع عليه، حاول يقاومهم ولكن كانوا بزاف وقدروا يتبتوه بسهوله. جات الوقيته ديال الكومبلا تكون بين جوني ولاروسو، طلعوا بجوج للحلبه، وفي هاد الوقيته يكونوا كاع التلامذ كيتفرجوا ومتحمسين باش يعرفوا شكون غيولي المدرب ديالهم. بدات الكومبا، شبكها لاروسو وجوني وما داش بزاف ديال الوقت حتى سجل جوني اول نقطه ليه. هنا لاروسو سخط، هجم عليه، بدا كيشير بكروشيات الركل، قدر يسجل نقطه التعادل وزاد وحده اخرى من الفوق، جوج لواحد. بدات الروند الثالثه، شير لاروسو على جوني شلل ليه يده، ولكن جوني ما استسلمش، نقز عليه برجليه جابو للارض جا في بركله، هكا سجل النقطه ديالو الثانيه ولاو تعادل. دابا اللي سجل نقطه غير ربح الكومبا وغيتسلم تدريب الطلاب. جوني ولاروسو حتى واحد منهم ما باغي يخسر قدام الاخر. لاروسو هجم على جوني، جوني حتى هو هجم عليه وكيبان بلي مقادين في النيفو. بقاو ضربه فيا ضربه فيك، جوني جا في لاروسو بكروشي، لاروسو جا فيه بركله، هكا طاحوا بجوج كاو وتسالات الكومبا تعادل. وهما مناقشين وكل واحد كيقول الاخر انا اللي ربحت. دخل ايلاي مقرع وغيكونوا كوبرا كيحيدوا ليه شعره باش ينتقموا منهم. بدا جوني كيقول بلي خاصهم ينتقموا ليه، لاروسو كيقول ليه لا. كبر النقاش بيناتهم وفي الاخير قرروا يتفرقوا وكل يدرب التلامذ ديالو كيف ما بغى.
المشاكل ما وقفوش هنا. في نفس الليله داروا المنظمين ديال البطوله اجتماع قرروا فيه بلي غيفصلوا البنات على الدراري، يعني البنات يتقاتلوا بوحدهم الدراري بوحدهم، والمدرسه اللي تربح في البطولات بجوج غتاخذ اللقب. هذا الشيء دار مشكل كبير لجوني حيت ما عنده حتى بنت في المدرسه ديالو، والنهار الاخر غنشوفو هو ميغال كيدورو في المدرسه وكيحاولوا يلقاو شي وحده تمثل المدرسه ديالو. بقاو دور من هنا دور من لهي، سول هادي سول هاديك، وبالفعل في الاخير قدروا يلقاو وحده وافقه تنضم للمدرسه ديالو. ولكن النهار الاخر هما مسنين هذا الشيء تفاجئوا بها حتى سطوري كتقول فيه بلي انضمت لكوبرا كاي، وماشي غير هي غيكونوا انضموا بزاف ديال البنات اخرين قبل الحوايج الجداد اللي جاب تاري. ولكن واخا هذا الشيء جوني ما استسلمش، وهو في شي محاضره مع ميغيل بنت لي واحد البنت كانت كتبان قويه عندها شخصيه وعزيز عليها المضاربه. نمشيو لدار لاروسو واماندا كترينيس مع الدقان، حلات الباب لقات توري سولاتها علاش جات هنا، طلبات منها تسمع على كاع داكشي اللي فات، وقالت لها بلي بغات ترجع للمدرسه وجات تطلب منها تعاونها. المهم سام وخا كاع داكشي اللي دارت لبنتها بقات فيها ووافقت تعاونها، ولكن مور ما عرفت سام هادشي سخطات، حاولت تقنع امها بلي توري خطر عليها وما خاصهاش ترجع للمدرسه، ولكن ملي ما قدرتش هزت طوموبيلتها ومشيت عند صاحبتها عائشه. ايلاي من بعد البلان اللي وقع ليه مع كوبرا كايف حيلا تدمر قرر يسمح في الكاراتي، ولكن هنا دخل صاحبو ديميتري بقى كيشجعو قنعو يرجع وخدها مع الدومياغي. في نفس النهار غتكون اول حصه لديفن في المدرسه ديال جوني، عرفها على التلامذ اللي معاها، موراها قال لهم يديروا الصف وخلاها تدور عليهم تهرس لهم البيض. اللي وصلت عنده كتسمع فيه ديك الرهق مشى الربح وراس المال. سالات الحصه صيفطهم جوني في حالهم، وميغيل خارج وقفوا قال لي بلي باغي يهضر معاه، سولو شنو واقع. تما بدا جوني كيعاود لها العلاقه اللي بينه وبين امه، ميغيل تقبلها عادي ناضو يكملوا التدريب. وفي نفس الوقت انضمت لهم سام من بعد ما قررت تعلم حتى الاسلوب ديال جوني. في الجهه الاخرى وكيني في المدرسه بدا كيبسل عليه ولد لاروسو وصحابو فحال ديما، ولكن هاد المره ما سكتش ليهم، حيرهم وعلق هما تبعوه، دخل المكتبه دخلوا موراه، تما تفضوا وبدا كيطبق عليهم داكشي اللي تعلم في كوبرا كاي، سلخ حبهم كاملين، نقز على طوني ولد لاروسو ويلا غيصيفطها ليه للوجه. دخلت الناظره وهو يوقف، لاروسو ومراته وصلتهم الخبر جاو كيجريو، وهما كيقولوا للمدير بلي خاصو يتاخذ اجراء في حق التلامذ اللي ضربوا ولدهم. جبد لهم فيديوهات من كاميرات المراقبه، شدات ولدهم وصحابه وهما كيضربوا كيني، بهذا الشيء قدر كيني ينتقم منهم، وفي نفس الوقت خرج منها وخلاهم يتعاقبوا على داكشي اللي داروا ليه من قبل. في الليل غتكون الحفله ديال نهايه السنه، تجمع جوني وعائلته مع لاروسو وعائلته، احتفلوا مجموعين، وملي سالاو ميغيل وسام مشاو لواحد الحفله في المدرسه، وجوني وكارمين راجعين للدار، لقى طليقته كتسناه تما، كارمين دخلت في حالها وهو بقى يعرف شنو بغات، سولها شو واقع، قالت لي بلي جا عندهم طيري عطاها شي فلوس، عرض عليها خدمه، وصيفط روبين للحفله ديال المدرسه بواحد الطوموبيل كتغوت، وهذا الشيء اللي دار خلاها تخاف على ولدهم منه، داكشي علاش جات قالتها لي. جوني سمع هاد الهضره سخط، قصد كوبرا كاي ما لقى فيها حتى واحد، وهو خارج من تما سمع التليفون كيصوني، رجع جاوب لقاه تيري، بدا كيهضر معاه، وفي نفس الوقت يكون مراقبه بالكاميرات ديال المدرسه، بدا جوني كيغوت عليه، كيحاول يهدو ويخليه يبعد على مراته وولده، ولكن والو تيري ما تسوقش ليه، وكثر من هذا الشيء بقى كيستفزو، وقال له يجي عنده للديبو يفاريوها. جوني حتى هو ما كانش من العاكزين، قصد ديبو دفع الباب دخل، تما غيكون كيتسناه، غفلوا جا فيه بركله اللوجه غيبو، ويلا غيكمل عليه وقفوا كريس، خلاوه مجبد تما وتحركوا في حالهم. نمشيو للحفله اللي دايرين التلامذ، وبلا حتى مقدمات، مع تلاقات سامو ميغيل مع توري وروبي كبتوها، والدعوه غترون. ميغيل تقابل مع روبي، سام مع توري، وبقاو دقه فيا دقه فيك، حتى لهاد اللحظه طاحوا في الماء، الاخرين كيحساب ليهم هادشي جزء من الحفله، بدا كلشي كيتلاح، وهكا سالت المضاربه. دازوا الايام، جا النهار ديال البطوله، عمروا المدرجات وبداو المدارس كيدخلوا، دومياغي بالقياده ديال لاروسو، كوبرا كاي بالقياده ديال كريسو تيري، وايجل فان تحت القياده ديال جوني، زائد بزاف ديال المدارس اخرين. المسابقه هذه المره كانوا فيها شي تعديلات، بالاضافه لفصل البنات على الولاد، زادوا واحد الفقره خاص التلامذ ديال المدارس يستعرضوا فيها المهارات ديالهم. بالفعل بداو العرض، في الاول كانت دومياغي هي الاولى تابعه ايجل فانك، ولكن ما جات فين تسالي الفقره حتى طلعت كوبرا كاي للمركز الاول، دومياغي تابعاها وايجل فانك هبطت حتى للمركز السادس، الشيء اللي حطهم في موقف خايب وغيخصهم يربحوا بزاف ديال الماتشات الا بغاو يطلعوا. من بعد هذه الفقره غيقساو التلامذ اللي كان الاداء ديالهم ضعيف، واللي بقاو غيدوزوا نيشا الربع النهائي. في كوبرا كاي تاهل روبي، كايلر، كيني وتوري، وفي دومياغي داز ايلاي، ديميتري وسام. اما في ايجل فانج المدرسه ديال جوني يلا تاهل ميغيل وديفن. في الماتش الاول غيكون ميغيل ضد واحد من مدرسه اخرى، مع هاد الدخله ميغيل ما عطلوش، دار ليه تصدر عليه بركله نعسو وربح الكومبا. الماتش اللي موراه الفئه ديال البنات وغتكون فيه توري ضد ديفن، ديفن قدمات اداء زوين ولكن توري كانت خبيره عليها، داكشي علاش قدرت تقصيها بسهوله. ولكن واخا هاد الاقصاء فإلا وصل ميغيل للفينال وربحو تقدر ترجع مره اخرى تنافس على الفئه ديال البنات. في الماتش الثالث غيكون ايلاي ضد كايلر، وايلاي مخلوع وكيتفتف، جات صديقته ومطلبات منه السماح يسمحات فيه شحال هادي، بقات كتشجعو وهذا الشيء خلاه يدخل الماتش متحمس. قابل هو كايلر، عطاهم الحكم البدايه، هنا
إيلاي ما عطلوش. دارلي 9-9 سجل أول نقطة، هجم على كايلر خوجة في الكرس سجل النقطة الثانية، وفي الأخير نقز الأحب وبركلان عصور بحال كومبا. جا الماتش ديال سام اللي كان عنده موحدة جديدة في كوبرا كاي. في الأول دخلت بالأسلوب الدفاعي اللي علمها بواها، وهذا الشيء خلى المنافسة ديالها تزرب عليها وتاخذ منها أول نقطة. هنا عرفت سام بلي الحاجة اللي تخليها تربح في هذا الماتش هو داك الشيء اللي علمها جوني، وبالفعل ما خدماتو. زربات على المنافسة ديالها بركلان الوجه، ضربتها مع الأرض وصيفطات لها كروشي للكرش. هكا ربحت الكومبا، واخا بواها كان حيت استعملت داك الشيء اللي علمها جوني، ولكن المهم عندها هو ربحات. روبي حتى هو داز بسهولة للنص حيت كان لاعب غير ضد كيني، ودابا جا النص. الماتش الأول غيكون فيه ميغل ضد إيلاي. سلموا على بعضياتهم حيت هما من الأول صحاب، عطاهم الحكم شارات البداية، ديك الساعة بداو الكومبا. جا ميغل في إيلاي بركلا طيحو، وقف إيلاي مرة أخرى نقز عليه ميغل يدور عليه بركلا، وهو يفورس على ظهرو بدا الضربة القديمة كضرو، وبسبب هادشي طاح في الأرض، وكيبان بلي محال يقدر يكمل. هزو عن طبيبة ديال البطولة، تما غيكتشف بلي الضربة القديمة برات في مرة، وهادشي اللي وقع دابا كان مجرد شد عضلي، ودابا عنده 30 دقيقة باش يقرر واش يكمل في البطولة ولا غينسحب. نمشيو للقاعة، فهاد الوقيتة غيكون ديميتري لعب ماتش ضد روبي، زرب عليه روبي طير ليه جوج النقط على الدخلة، هنا خدا لاروسو وقت مستقطع، وقال ديميتري ركز ويحاول يستغل الطول ديالو، رجع للكومبا عاوتاني، طبق ديميتري داكشي اللي قال ليه لاروسو، وبالفعل جمع مو روبي بنص ربح الكومبا، شنو زعما منيتك مسنين نقول لك ديميتري ربح روبي؟ توري وسام حتى هما قدموا أداء زوين في الكومبات ديالهم، قدروا يتأهلوا بجوج، ودابا بقات 5 دقائق ويبدا الماتش ديال ميغيل. ميغيل في هاد الوقيتة يكون مخلوع متوتر، وكان رافض يكمل، جا عنده جوني بقى كيشجعو يكمل، قال ليه بلي الاستمرار ديالو في التدريب كيعتمد عليه، وملي بان ليه تقنع خلاه يستعمل واحد الكريم ورجع للقاعة. بقات دقيقة ويبدا الماتش ديالو، دخل إيلاي للحلبة، كلشي كيتسنى ميغيل يدخل، ولكن تسالى الوقت ووالو ما بانش. بهادشي تقصى ميغيل وداز إيلاي نيشان الفينال مع روبي. كوبرا كاي كانوا فايتين دومياغي، داكشي علاش إلا ربحوا غير ماتش من هاد الجوج اللي بقاو غياخدوا لقب البطولة. أما دومياغي فإلا بغاو ياخدوا اللقب خاص إيلاي يغلب روبي وسام تغلب توري. الماتش الأول غيكون إيلاي ضد روبي، طلعوا للطابي عطاهم الحكم البداية وشبكات العصا. روبي كان واعر ولكن إيلاي حتى هو ما كيتحقرش، بقاو دقة فيا دقة فيك. لاحظ روبي بلي إيلاي لعب بأسلوب الدفاع ديال دومياغي، هنا استغل الفرصة وهجم عليه سجل أول نقطة. خدا إيلاي وقت مستقطع، مشى قال هادشي لاروسو وشرح ليه بلي عارف أسلوب دومياغي أكثر منه، تما قال ليه لاروسو يستعمل كوبرا كاي. رجع إيلاي للكومبا عطاهم الحكم البداية، تما بدا إيلاي الهجوم على روبي، بقى كيشير عليه كيحاول يهرب كيتبعو وخلاه هو يولي يدافع. ديك الساعة شير عليه وسجل التعادل. دابا النتيجة 1-1، كملوا صحابنا الكومبا كل واحد كيحاول يجبد من الآخر نقطة، ولكن بجوج كانوا كيقدروا يطاكي ويهجموا، الشيء اللي خلى تسجيل النقاط صعيب بزاف. حتى لهاد اللحظة إيلاي يضرب روبي مع الأرض، ويلا غيشير عليه بكروشي ويسجل نقطة، وهو يسير الوقت ديال الكومبا. خداو استراحة قصيرة، وكيف ما كتقول القوانين من بعد ما كيسير الوقت الأصلي للكومبا في الوقت الإضافي كتحسم بالضربة القاضية، يعني اللي جا في الآخر الأول غيربح. حيد كل واحد منهم البدلة ديالو ودخلوا يفاريوها، تقابلوا في البيصات، عطاهم الحكم البداية وبداو كيتشاموا التقاشر. هاك شد لقى واحد اللقطة روبي طيح إيلاي، ولكن غيبان بلي ما بغاش يضربه، وهنا إيلاي ما عطلوش، ما وقف نقز عليه طيحو جا فيه بركلة، هاك سجل النقطة ديالو وربح البطولة في الفئة ديال الدوكور. دابا خاص غير سام تربح توري، وهكا غيتسمو خدوا البطولة كاملة. دخلوا للطابي تقابلوا، ها ما يحيدوش حتى هما البدلات، حيد ما فيها والو، عطاهم الحكم البداية. ديك الساعة بداو توري على حد علمها سما تكون غير كدافع، ولكن اللي ما عارفاش هو حتى هي دربت عند جوني وتعلمت الهجوم. مع الدخلة دارت لها 9-9 على حبة بركلة وسجلت أول نقطة ليها. توري مور هاد الشيء سخطات، بدات حتى هي كتهجم بعدائية، غمقات على سام وقدرت تسحب منها جوج نقاط متابعين. سام في هاد اللحظة دعقات، مشات عند بوها وجوني سولاتهم شمن أسلوب تبع، قالوا ليها تبع راسها واللي بان ليها مزيان تخدمه. مور الهضرة مع المدربين رجعت سام للطابي متبتة، وبالفعل هاد التبات غينفعها وغتقدر تحقق التعادل في مدة قصيرة. دابا النتيجة 2-2، واللي سجلت فيهم النقطة الجاية غتوج بلقب البطولة ديال الإناث، والمدرسة ديالها غتاخد الكاس ديال البطولة كاملة. بدات الجولة كل وحدة منهم متحمسة وباغا تاخد اللقب لمدرستها. قدرات سام طيح توري وهي غادا كتجري عندها، ظهرت عليها توري بركلة طيحاتها، توجت بلقب البطولة الفئة ديال البنات، ومدرستها كوبرا كاي خدات الكاس ديال البطولة كاملة. فرحوا بها صحابها، كريس حتى هو كان غيطير بالفرح حيت أخيرا وصل الهدف ديالو. ووسط هادشي طلع تيري قال للجمهور بلي غيفتحوا فرع أخرى ديال كوبرا كاي، ورحب بهم ويجيو يترينو عندهم. سالا هادشي مشاو الناس في حالهم، وتوري محتفلة مع صحابها برا، تفكرت بلي نسات الساك ديالها ورجعت تاخده. وهي داخلة سمعت تيري كيهضر مع الحاكم، وفهمت من الهضرة ديالهم بلي تيري كان عطيه الفلوس باش يتغاضى على الأخطاء ديالهم ويخليهم يربحوا. باختصار تيري كان شاري الحاكم، وهاد الفوز ما كانش مستحق. وجوني راجع للدار ضرب على الصال ديال كوبرا كاي مكتوب فيه الكراء، نزل دخل ليها لقاها كتصفر وكاع الماتيريال تحيد، وهو كيحاول يفهم شو واقع. دخل روبي قال ليه بلي غيبدلوا الموقع وغيكون تبعو من اللحظة اللي خرج فيها من التيران ديال البطولة. سولو جوني علاش
تابعه، وهنا غنعرفوا بلي من بعد معاون كيني وتقلب عليه حس بلي دار نفس الحاجه مع باه ولا راسو، وهذا الشيء خلاه يندم بزاف وتبع باه باش يعتذر ليه على كاع داكشي اللي فات. نمشيو لدار تيري وهو وكريس كيحتفلوا بالفوز، دخلوا البوليس سولوا كريس هذا الشيء، وهنا غنعرفوا بلي تيري ضرب واحد الصاد وخلاه يقول بلي كريس ضربو باش يصيفطوا للحبس وتبقى لي كوبرا كاي بوحدو. وبالفعل داكشي اللي كان، دخلوا البوليس اعتقلوا كريس خداو يتقلاصه، وهكا زرب تيري على كريس في كوبرا كاي كيف ما زرب هو على جوني. رجع جوني للدار لقى كارمين كتبكي، سولها شو واقع، عطاتو واحد الرساله، وغنعرفوا بلي ما رجع المكسيك يقلب على باه وخلى ليهم ديك الرساله كيقول فيها هذا الشيء. في الجهه الاخرى غنشوفوا لاروس مع واحد من صحابو القدام اللي كانوا كيتدربوا مع عند مياغي، وغيبان بلي كيوجد شي حاجه باش يواجه التوسع ديال كوبرا كاي. من بعد ايام وصل ميغيل للمكسيك، سول الناس على هيكتور سلازار اللي هو باه، وبالفعل قدر يوصل ليه بسهوله حيت كان معروف بزاف. دخل عندهم تما غيبان ليه بلي شخص خطير، قال لي ميغيل عليه وعلى امه، رد عليه هيكتور بلي ما كيعرفش وعمره عرف شي مره بالسميه ديال امه. حاول ميغيل يزيد يقول ليه كثر وهو يدور فيه، وقال لي يخرج من تما ولا غيصفيها ليه. ميغيل لاحظ في وجهه بلي ما كيضحكش، ديك الساعه تحرك في حاله. في نفس الوقت يكون جوني وروبي شادين الطريق للمكسيك يقلبوا عليه، وهما ملاهيين بالهضره على كيفاش غادي يلقاوه. هز جوني راسو لقى طوموبيل تقاصد طوموبيل اخرى، دور الفولون بالزربه وهما يتلاحوا في واحد الغابه وقفات بيهم. الخساره ديال سرام قدام توري ما تسرطاتش ليها، ومن اللحظه اللي سالت فيها الكومبا وهي كتعاود الفيديو ديال الماتش وكتدرب باش تفادى تعاود نفس الاخطاء. فهاد الوقيته اتصل بها ميغيل وهو كيعاود لها داكشي اللي وقع، سمع شي حد موراه غوت لواحد بسميه با هيكتور. نخليهم ميغيل تبع هاد هيكتور ونمشيو عند جوني وروبي اللي يكونوا جايين يقلبوا عليه. صالحوا الطوموبيل ومن بعد مسافه وصلوا لواحد البلاصه داز منها ميغيل. سولوا شي وحدين قالوا لهم بلي شافوه ونعتوا لجوني الطريق اللي داز منها، ولكن في المقابل بغاو ياخذوا ليه فلوسه. جوني رفض هاد الشيء، هما بغاو ياخذوهم ليه الصحه. وهنا غترون هجموا عليهم دوك الاشخاص، بدا جوني وروبي كيدابزوا معاهم، وما داش بزاف ديال الوقت حتى رفضوا حبهم. رجعوا عند ميغيل، من بعد مده هو تابع داك هيكتور، لاحظ بلي في علاقه مع شي مرا وعنده وليد، وهو موراهم داك الوليد طاحت ليه الكره ديالو في الطريق، تبعها يجيبها، تما كانت غتجي في واحد الطوموبيل، كون ما تدخلش ميغيل عتقو في اخر لحظه. شكروا داك الساط ومراتو، قال ليه بلي سميتو هيكتور سلازار اللي هي السميه ديال باه، وعرض عليه ومراتو يتعشى معاهم. ميغيل في الاول رفض، ولكن ملي بقاو كيلحوا عليه وافق، وجوني وولدو روبي في طريقهم لعند ميغيل، غيبان بلي ولاو فاهمين بزاف، ونساو كاع الخلافات القدام. اما تيري فمن بعد ما فتح بزاف ديال الفروع من كوبرا كاي، جاب في قابل بزاف ديال المدربين يعاونوه، ومن بينهم غيكون داك الشينوي صاحب لاروسو، وغنعرفوا بلي خشاه معاهم باش يجمع ادله على تيري ويقدروا بهم يثبتوا للناس بلي مخلويض وعنده نوايا تخرج على ولادهم. بهذا الشيء غيقدروا يسدوا ليه المدرسه. نمشيو عند ميغيل وهو عند هيكتور في الدار، كان كيبان فاهم معاه بزاف، عجبو الحال حيت كيدوز معاه وقت زوين، واكثر من هذا الشيء عرض عليه سلازار يمشي معاه في واحد الرحله. سولو ميغيل شكون كيعتني بولده ومراته في الغياب ديالو، قال لي بلي هو ديك السيده مازال ما مزوجينش، اما الولد فمن راجلها القديم. موراها بدا كيقول لي بلي كان مع واحد السيده شحال هادي ولكن غبرات، وغيقول في هاد الوقيته كيهضر على كارمين موين ميغيل. ميغيل مع لاحظ بلي باه انسان ظريف محترم وكلشي كيبغيه، تاصل بمو بدا كيسمع الهضره حيت كانت كتقول ليه بلي باه انسان خطير وكتوسخ ليه الصوره ديالو. يلا بغات كارمين تقول لي شي حاجه، دخل سلازار سولو واش موجود للرحله، وهو يقطع التليفون وتحرك معاه. كارمين مع سمعاتو مسافر مع باه وسمعات السميه ديال المدينه اللي غادي ليها، اتصلت بجوني قالتها ليه وطلبات منه يرد البال حيت بصح هيكتور انسان خطير وغير كيتصنع الطيبوبه. في اول نهار الشينوي صاحب لاروسو في كوبرا كاي لفت الانتباه ديال تيري، عرض عليه يتعشى معاه باش يهضروا على التدريب، وفي الليل غنشوفو معاه في الدار كيتعارفوا. من بعد مده ديال الطريق وصل ميغيل مع سلازار لواحد الحلبه ديال القتال، موراها بشويه وصل روبي وجوني وهما داخلين يقلبوا على ميغيل، ضرب عليهم واحد لابسين تيشيرت ديال الاف بي اي، وهو يتصل بسلازار قالها ليه. سلازار دور هادشي في راسو وبقى كيحلل كيفاش تلاقى ميغيل، وبدا كيشك باللي من الاف بي اي. شنق عليه قلبوه وخد ليه تليفونو، وملي شاف التصاور والنماري ديال الناس اللي كيهضر معاهم رجعوا ليه وطلب منه السماحه. في نفس الوقت ضرب سلازار على جوني وروبي داخلين لتما، وهو ياخذ معاه ميغيل وتحركوا حيت كيحسب ليه اف بي اي كيقلبوا عليه. ضرب عليهم جوني بغى يتبعهم، وهو يتعرض ليه واحد شبكها معاه. من بعد مده وصل ميغيل وسلازار لواحد الريستو ديالو، بداو كيديو يجيبوا في الهضره، عاود لي سلازار على داكشي اللي كيدير وباللي ما نادم على حتى شي مره دوز في حياته. هنا فهم ميغيل بلي كاع داكشي اللي قالت ليه مو على باه كان صحيح. ديك الساعه ودعو، وهو خارج من تما كيبكي لقى جوني وروبي حقوا عليه من بعد ما سلخوا داك الصاد. مشى كيجري عند جوني عنقو وقرر يرجع معاه للبلاد، من بعد ما خذا الجواب ديال السؤال اللي كان كيطرح حياته كامله. نمشيو عند تيري، من بعد داك العشري دار مع الشينوي صاحب لاروسو قدر يعرف الهدف ديالو على الجا، والنهار الاخر استدرجو للصال وامر المدربين اللي جاب يصفيوها ليه. ولكن اللي ما كانش عارف هو صاحبنا كيطير اللي قرب عنده كتسمع فيه ديك الرهق، ضربه وحده ما كيعاودش يجمع الوقفه، دار حبهم السكستر باللك، وملي خلا طايح اكثر من نايد والنايد كيقول او مون ديو، قال تيري بلي اللي قرب من لاروسو وعائلته يخلي ضربوه وتحرك من تما. اول نهار لميغيل مع عائلته من بعد ما رجع للمكسيك طيب لهم الفطور باش يطلب منهم السماحه، موراها مشى هو وصحابو يشري كادو لسام باش يتصالح
صالح معها حتى هي. وجوني وكارمين كيقصاو جاتها الرضانات كتجري للحمام، وملي رجعات قالت لجوني بلي مشحال هذه كتحس بهذا الشيء وممكن تكون حامله. جوني سمع هذا الشيء برد ليه الماء في ركابي، وغير هي مشات تشري التيست باش تاكد، وهو مشى كيجري اليوتيوب يقلب على شي فيديو ديال كيفيه التعامل مع الاطفال. لقاهم كيقولوا بلي الدار خاصها تكون نقيه، تكون كتعكس السلام. صاحبنا مع سمع هذا الشيء ما كيجري حيد دوك اللوحات، بدا كينظف الدار ويعقمها، وهو كيبدل الفراش دخل ميغيل. سولو جوني واش بغى شي حاجه، قال لي بلي وصام مده هذه ما كيهضروش وبغى النصيحه ديالو. قال لي جوني نصيحتي ليك هي كون انت اعترف بالاخطاء ديالك واكيد غدا تسامحك. بالفعل داكشي اللي دار صاحبنا، مشى عندها للدار اعتذر لها حيت سمح فيها النهار ديال الماتش وحيت رجع للمكسيك بلا ما يقولها ليها. صام سمحات ليه، ولكن في الاخير قالت لي بلي حتى هي مضغوطه هاد الايام ومحتاجه بوز. بوز جديده هادي، بوز الوحيد اللي كنعرف انا هو الرابور. وصاحبنا داير بحال شي مضعبل، بدا كيبكي خنونته كتسيل. سير عطى امك العز ما درك فيه، لاح ديك السنسله اللي جاب ليها وتحرك من تما كيتغبن. نرجعوا عند جوني، هو مازال كيقادها. دخلت عنده كارمين قالت لي بلي دار التيست وبالفعل طلعت حامله، وهنا غيبان بلي بجوج غيطيروا بالفرحه. نخليو ميغيل وعائلته ونمشيو نشوفو شنو دار لاروسو في حريرته مع تيري. من بعد مع تيري بلي شين وين مصيفطو لاروسو، بدا لاروسو كيقلب على شي طريقه اخرى باش يطيحو. وفي هاد الوقيته طاح ليه في بال واحد صاحبو قديم كان كيدرب عند تيري. هاد صاحبو عنده شركه ديال الاتات، مشى عنده لاروسو للشركه سلم عليه، بقاو كيهضروا على شنو داروا في حياته حيت سنوات هادي ما تلاقاوش. ديك الساعه عاود ليه لاروسو على المشكل اللي عنده مع تيري وطلبوا يعاونو يشد عليه شي حاجه تعاونو يسد ليه المدرسه. عطاهم الاتات النمره ديال واحد المحامي كان كيعاون تيري شحال هادي في الاعمال ديالو الغير قانونيه، وقال لي بلي الا كان باغي يجبد شي حاجه على تيري فالمحامي هو اقرب طريق. اتصل لاروسو بالمحامي ما جاوبوش. ديك الساعه خلى ليه ميساج كيقول ليه فيه بلي هو من طرف تيري وكيطلب منه فيه يتصل بيه. من بعد ايام لاروسو في الحمام سمع الاوديو اللي صيفط للمحامي ودخل تيري. هنا عرف بلي تيري وصل للمحامي قبل منه. سولو لاروسو اش كيدير هنا، قال لي حضرتك وقلت لك ما تقربش ليا، ولكن مادام انت اللي بديتي فتحمل العواقب. نهار الاخر ومول المحل اتت غادي للخدمه بحال ديما، تفاجئ بالمحل ديالو شاعله فيه العافيه، وغالبا غيكون تيري اللي حرقو باش ينتقم منه حيت عاون لاروسو. في نفس الوقت غيكون لاروسو ومراتو غادي لواحد الحفل خيري. ومع داكشي اللي وقع لمول اتت طلب لاروسو من شين ويرد البال مزيان، حيت ممكن في اي لحظه يحاول تيري يدير ليه شي حاجه حتى هو. من بعد ما وصل لاروسو ومراتو للحفل الخيري غيتصدموا باللي منظمينه في الدار ديال تيري. من اللحظه اللي تاكد فيها جوني بلي كارمين حامله، وهو كيجري باش ملي تولد يكون موجود ماديا. خدم اوبر، خدم ليفرور، جرب بلايص اخرين، ولكن حتى حاجه ما توفق فيها حيت ما مولفش الخدمه. نرجعوا للحفل الخيري، ولا راسو مسني تيري هاجمو اللي يحرق ليه المحل ديالو كيف ما دار مع مول الاتات، غيكون هو كيحاول يجبد ليه الصداع مع مراته. وباش يوصل لهذا الشيء كان كيدير عكس اللي كيعاود عليه لاروسو. فحال هضر مع مراته مزيان، قال لها بلي تبدل، واكثر من هذا الشيء توسط لها باش تنضم للجمعيه حيت من شحال هذه كتحلم دير هذا الشيء. ورئيسه الجمعيه كتهضر مع اماندا، شاف لاروسو تيري فاش هضر معاها ومشى سولو شنو قال ليها. رد عليه تيري بلي وسخ لمراته الصوره ديالها معاها. لاروسو سمع هذا الشيء دفعو تيري متل بلي طاح على شي فاز، والناس كيشوفوا هذا الشيء اللي دار لاروسو كينتقدوه. قال لهم بلي هو اللي هضر في مراته خايب، وهنا غتصدموا رئيسه الجمعيه بلي شكرها ليها وغيعرف بلي تيري نصب عليه. مراته من بعد هذا الشيء اللي وقع خرجت من تما معصبه، وكيبان بلي محال تسمح ليه. مع رجعات للدار قالت ليه بلي هذا الشيء عنده ما غاديش يسالي، داك الشيء علاش تاخذ الاولاد وتمشي في حالها. ديك اللعيبه ديال جلابتي وما تعرفوني فين مشيت. في الجهه الاخرى وجوني موصل واحد الطلبيه باللي روبي وميغيل مكبتينها، نزل كيجري فارقهم وكيبان بلي الخلاف ديالهم محال يسالي. النهار الاخر هو كيدرب التلامذ ديالو في حال ديما دخل ستانلي، وهذا ستانلي غيكون هو اللي عاون تيري صيفط كريس للحبس دولمان. وباش تيري يشكرو كرا ليه دار، شرا ليه الطوموبيل القديمه ديال جوني وخلاه يرجع يتريني معاهم. في الجهه الاخرى غنشوفو جوني عرض على ميغيل وروبي لواحد الريستو باش يصالحهم، هي يحاول يدير لومبيونس كيجبد مواضيع باش يهضروا مع بعضياتهم. ويلا الدراري تشارك لكم انا وكارمين خوكم جديد، ولكن والو ما بغاوش يتصالحوا ليه. نمشيو عند لاروسو، من اللحظه اللي خدات فيها مراته والولاد وخرجت من الدار وهو مدمر عطاها غل الشراب وما عارف ما يدير. حتى لهذا الصباح لقى مع البريد طرف من صحيفه فيه خبر اعتقال كريس، وفوق الصوره ديال ستانلي مكتوب كذاب، وغيكون شي حد صيفطوا ليه باش يلفت انتباهه. في العشيه والشين ومراقبين وضربوا عليه جيب الطوموبيل ديال جوني. هنا بدا كيشك لاروسو بلي دبر عليه تيري باش يشهد زور في كريس، وباش يتاكد من هذا الشيء طلع عنده للدار لقى ساكن في شقه واعره مفرشه مزيان، وهو اللي كيعرف عليه كان غير مقرد. بدا لاروسو كيضغط عليه كيحاول يخليه يقر، وحتى كان غيضربه وهو يدخل شين ويفكو وتحركو من تما. خرجوا برا يناقشوا كيفاش يخليه يشد في تيري، وهنا طاح ليه جوني في راسه وديك الساعه تحرك عنده. دخل عاود ليه شنو وقع وقال لي يحاول يخلي ستانلي يشد في تيري. سولت جوني علاش هو بالضبط، قال لي بلي هو اللي جابو الكوبرا كاي اول مره واكيد غيسمع ليه. جوني رفض يدخل عاوتاني في هذا الشيء ديال كوبرا كاي. هنا لاروسو سخط بدا كيغوت عليه كيقول لي بلي هو السبب في هذا الشيء كامل، ولكن جوني غيكون تبدل بزاف.
قال لي يتهدن، وهنا حس لاروتو بلي بصح خرج على السيطره وجلس يهضر معاه بشويه. بقاو كيديو يجيبو في الهضره، قدر جوني يخلي لاروتو ينسى تيري ويركز على عائلته، وفي نفس الوقت حتى هو طاحت عليه واحد الفكره باش يصالح ميغيل وروبي. وفي العشيه غنشوفهم خرجهم حدا الدار، سولوه شنو بغا عاوتاني، قال لهم حاقدين على بعضياتكم، كل واحد باغي يضرب الاخر، يلا هادي الفرصه. وبالفعل داكشي اللي غيوقع، بداو صحابنا كيدابزو، دقه فيا دقه فيك، كروشيات ركل نصوصه، وكيبانو حاقدين على بعضياتهم. دخل ميغيل روبي، روبي حتى هو شاف يضربو مع الباب ديال الدروج، وبقاو طالعين وكيدابزو حتى وصلوا للدور الثاني. جوني شاف الامور خرجت على السيطره، طلع كيجري يفكهم، وفي هاد الوقيته غيكون ميغيل مبراكي روبي وكيدخل ليه، دغدغ ليه وجهو كامل، وحتى قادو مع السياج باش يجي فيه يلوحو كيف ما دار ليه هو في المدرسه، ولا وقف في اخر لحظه. سولو روبي علاش وقف وما انتقمش منه، قال لي ميغيل بلي ما عطاتوش نفسه يخليه يدوز من داكشي اللي داز منه هو. رد عليه روبي بلي حتى هو بقى في الحال بزاف من بعد داكشي اللي دار ليه، وما جا فين يوصل عندهم جوني حتى كانوا تصالحوا. ديك الساعه قال لهم بلي مشارك ليهم هو كارمن فخوهم جديد، وغيبان بلي صحابنا بغاو يطيروا بالفرحه مور ما عرفوا هذا الشيء. في الجهه الاخرى مشى لاروسو اعتذر لستانلي من بعد ما قرا يبعد على تيري ويخليه يدير داكشي اللي بغى. وصل الدار القلب مفتوح دفع ودخل، وهو كيقلب عليه دخل تيري. حاول لاروسو يشرح ليه بلي جا غير باش يعتذر لستانلي، ولكن تيري كان جاي وعوالي دابز معاه، هجم عليه. لاروسو بدا كيدافع على راسو، ولكن تيري كان واعر عليه، ضربو اللي يدهرسها ليه، جا في الوجه طيحو وخلاها مجبد تما وتحرك. المزيانه في هاد القتله اللي كلا هي مراتو رجعات ملي ساقت ليه الخبر، ولكن في هاد الوقيته هو اللي ولا ما كيهضرش معاها. تيري مور داكشي اللي دار في لاروسو غير مازال تحمس باش يوسع كوبرا كاي، وكثر من هادشي جاب واحد الشينويين باش يعاونوه في التدريب. في نفس الوقت غيكون كريس كيخطط باش يطيحو بالمساعده ديال توري، وغنعرفو بلي هي اللي كانت خلات لاروسو داك الطرف ديال الجريده. مع مشات توري في حاله وجات الوقيته ديال الغدا، جاو شي وحدين لكريس بقاو مطلعين عليه، خداو ليه الماكله ديالو، وغيكون ما دار حتى رده فعل حيت باغي يبين بلي تبدل باش يعطيوه اطلاق سراح مشروط. في العشيه مشى المقابله مع الطبيبه النفسيه، تصرف مزيان، حاول يبين لها بلي تبدل، ولكن واخا هادشي رفضات ليه اطلاق السراح. هنا كريس خط وهو في الشومبر ديالو كيندب على زهرو المكعور، وقفوا عليه هادوك اللي بسلوا عليه ديك المره، بغاو يعاودوا نفس البلان، ولكن هاد المره لقاو حتى هو خصافي من يشد. جار الشاف ديالهم ضرب لي راسه مع الباياس وخرج للاخرين، اللي جا عنده كيدير ليه السكسر بلك، خلط حبهم كاملين، ومن اللي خلط طايح كثر من نايض، شنق على الشاف ديالهم قال ليه من اليوم غتولي دير اي حاجه قلتها ليك. الشاف ديالهم معول باغي غير يتفك، قال ليه اللي بغيتي نعمس، نمشيو عند جوني ولا روسو. من بعد ما بان لهم بلي تاريك يستوي على المدارس الاخرين وكيحاول يخليهم كاملين تحت النظام ديال كوبرا كاي، لقاو بلي السبيل الواحد باش يواجهوه هي يرجعوا المدرسه ديالهم وينافسوه بها. وبالفعل جمعوا كاع الطلاب القدام اللي منهم ميغيل وروبي، وبداو كيدربوهم بجوج بالمساعده ديال داك الشينوي صاحب لاروسو، وحيت كانوا عارفين بلي التدريب ديال التلامد بوحدو ما غاديش يوقف تيري. النهار الاخر خلاو الشينوي يتكلف بالتدريب، وهما مشوا عند كريس للسجن يحاولوا يعرفوا منه شي حاجه تعاونهم يطيحوا تيري. كريس في الاول رفض يعاونهم، ولكن ملي عرض عليه لاروسو يوكل ليه محامي وافق. نمشيو عند الشينوي اللي يكون تعلم التلامد يتعاونوا مع بعضياتهم، فهاد التحدي عطاهم بيضه لكل واحد وامرهم ما يخليوش يهرسها ليهم. صحابنا مع سمعوا هاد الشيء كل واحد فين شدها، ها اللي حطها وجلس فوقها، ها اللي تعلق فوق الشجره هو وياها، كاين اللي تخبع، ولكن الشينوي كان كيطير وما كاملاش حتى 5 دقائق هرس ليهم البيض كامل. هذاك اللي فوق الشجره طيحوا على اللي في الارض، ديميتري شير عليه بسهم، روبي وايلاي سلخوا مهرسهم ليهم، المهم حتى واحد مفلت. خلاهم يرتاحوا شويه وعاود عطاهم البيض وطلب منهم يجربوا شي طريقه اخرى. بقاو كيفكروا اش غيديروا حتى لهاد اللحظه طاحت عليهم واحد الفكره، داروا البيض كامل في سله وحده وداروا عليه. هجم عليهم الشينوي بداو كيدابزوا معاه، سلخ بزاف منهم، ولكن واخا هكاك ما قدرش يوصل البيض. ديك الساعه وقف التمرين وقال لهم برافو عليكم، الدرس ديال التعاون اللي بغيتكم تفهموه هو هذا. وفي الوقيته لا يكون الشينوي كيعلمهم التعاون، غيكون تاري كيقلب على قائد لكل مجموعه. دخل كيني وكايلر في مسجد الاستاذ وخلى كايلر يكون هو القائد. هنا كايلر بدا كيعرض كيني للضق وهو غير راجع للور، بهذا الشيء خسروا التحدي. وكيني خارج من تما ساخط، وقفوا تيري وقال ليه يسبقوا للبيرو ديالو. سبقوا كيني، من بعد مده قصيره لحق عليه تيري، تما شرح ليه بلي في عوض ما ينسحب حيت ما عجبتوش القياده ديال كايلر يحاول يكون هو القائد. كيني دور هذا الشيء في راسه، فهم شنو بغى يوصل ليه تيري. ديك الساعه رجعوا للطابي باش يبداو كومبا اخرى، دخلوا قبالة الاستاذ، بغى كايلر يقود فحال ديما، ولكن هنا غيتصدم كيني رافض يسمع ليه، ضاربا يخليه يسمع ليه صحه. هنا جا فيه كيني طيحو ونقص فوق ظهره، وجا في الاستاذ بركله، هكا سجل نقطه وربحوا الكومبا. نرجعوا عند كريس للسجن، من بعد ما هضر ليه لاروسو مع المحامي، قيد النمره ديالو في ورقه وجابها معاه، بغى كريس ياخذها، قال لي بلادي حتى تقول لنا ليش كيخطط تيري. قال لهم كريس بلي فاش سافر هو تيري للصين اول مره باش يتدربوا على الكاراتي، كان عندهم هدف واللي هو يشاركوا بكوبرا كاي في بطوله العالم، هكا الا ربحت كوبرا كاي غتنتشر في العالم كامل وما غتبقاش محصوره غير في الولايه ديالهم، ولكن ديك الساعه ما قدروش يديروها، اما دابا فتيري موجود وغالبا بطوله العالم غتكون هي الهدف ديالو. ملي قال لهم ليش كيخطط طلب من لاروسو يعطيه الورقه اللي مكتوبه فيها النمره، عطاها ليه. حلا كريس لقى مكتوب فيها واحد الزيرو، هنا عرفوا مبيض قوه باش ياخذوا منه المعلومات.
بالفعل الهضره ديال كريسا تكون صحيحه، ومن بعد ايام غنشوفوا اللجنه ديال بطولات العالم داخل الكوبرا كاي، وتيري طالقها عليهم كيقول لهم بلي السال ديالو هي الوحيده في هذه البلاصه. دخل جوني ولا روسو قاطعوه وقالوا اللجنه بلي حتى هما عندهم مدارس ديال الكاراتي، عندهم بطولات اكثر من تيري وباغيين يشاركوا بهم في البطوله. حاول تيري يخلي اللجنه ما تسوقش ليهم ولكن ما قدرش، واللجنه قررت تعطيهم حتى هما فرصه يبينوا المواهب ديالهم. ديك الساعه غيقرروا شكون يشارك. من بعد ايام بدات اللجنه كدور على المدارس. في الاول بداو دومياغي، تما بدا لاروسو كيساريهم في المدرسه وكيشرح ليهم. قال لهم في الاول كنخليو التلاميذ يربيو ذاكره عضليه عن طريق الاعمال، وهذا الشيء كيخليهم حتى يكونوا نشيطين ويحيدوا العجز. موراها كيدوزوا عند الشينوي يعلمهم الدفاع، وفي الاخير كيوصلوا عند الاستاذ جوني يعلمهم الهجوم. موراها بقى تيحكي لهم على تاريخ الاسلوب ديالهم، وغيبان بلي عجبهم هذا الشيء بزاف. من مور دومياغي مشاو عند كوبرا كاي، تما بدا تيري كيدورهم في المدرسه وكيشرح لهم حتى هو. في الاول وراهم كيفاش قدروا يطوروا التلاميذ ديالهم الجداد، موراها وراهم بلي كيستعملوا التكنولوجيا باش يعينوا الاخطاء ديالهم ويصلحوها. المهم اللجنه عجبتها حتى كوبرا كاي، حاروا تكون يختاروا منهم. داكشي علاش قرروا يديروا كومبا يختاروا عن طريقها. فهاد الكومبا كل مدرسه غتشارك بولد وبنت، واللي ربحت فيهم غيقبلوها في البطوله. تيري بان في وجهه بلي ما عجبوش الحال، ولكن ما عنده ما يدير من غير يوافق. نهار قبل الكومبا اللي غتحدد المدرسه المشاركه في بطوله العالم، اختار تيري كيني وتوري يمثلوا المدرسه ديالو، وجوني حاير بين روبي ميغيل وايلاي. قال لي ميغيل وروبي بلي قرروا يخليو ايلاي يمثلهم حيت هو اللي دار البطوله. جوني وافق على هذا الشيء وغيبان بلي ايلاي عجبو الحال. سالات سام تدريب مع بوها وشينوي، وهي غدا للدار طاحت لها القرعه د الماء، هبطت تهزها لقات ديك القلاده اللي لحم ميغيل ذاك النهار. نمشيو لكوبرا كاي، وكيني كيتدرب ومخلوع من الماتش ديال غدا جا عنده تيري. بدا كيكالميه قال لي بلي يقدر يديرها، ووراه واحد الحركه الا ضرب بها شي حد ممكن يصفيها ليه. سولو كيني علاش غيصفيها ليه الا كان اصلا غيسجل نقطه بمجرد انه يضربو. قال لي بلي الا غير ضربو غيسجل غير نقطه واحده، وديك الساعه خصو يماركي جوج نقاط اخرين الا بغى يربح. اما الا دخل ليه شي وحده مزيانه فما غاديش يقدر الخصم ديالو يكمل الماتش، هكا غيربح بلا ما يزيد يماركي جوج نقاط اخرين. فهم كيني شنو بغى يوصل ليه تيري، دوز ليه الكامل كيدرب معاه، والنهار الاخر نشوفوه داخل يواجه ايلاي. بدات الكومبا، بداو كيهاجموا بعضياتهم. هنا كيني غفل ايلاي بواحد الركله وسجل اول نقطه ليه. في الجوله الثانيه ايلاي سخط، شاف كيني الجنب زعزعه ودار عليه بركله للوجه، ولكن الحكم ما حسبش النقطه بحجه خارج على الحدود. وهنا غضرب طوري على تيري كيشوف الحكم، وغتعرف بلي حتى هاد المره مدبر عليه باش يربحهم. في الجوله الثالثه ايلاي سخط وبدا كيهجم على كيني بعدوانيه. كيني شافو غمق عليه وهو يشد لي رجلو جافيها بكود، وهاد الحركه غتكون ممنوعه وخاص يتطرد حيت دارها، ولكن بما ان الحكم معاهم فعطى غير تحذير وخلاه يكمل الماتش. هنا صافي تاكدت توري بلي تيري مدبر على الحكم، رجع ايلاي يكمل الماتش اللي ما كانش عادل بمره. وهنا غيستعمل كيني الحركه اللي دوز ليه الكامل كيدرب عليها، شير على ايلاي بكروشي طاكي جا في الصدر كيف ما وراه تيري. هنا ايلاي سخاف تقطعت فيه النفس، وكان شويه غيعقدهم كل ما دخلوش المسعفين. بسبب هاد الشيء ما قدرش يكمل الماتش. هنا الحكم ربح كيني. في الماتش اللي موراه غتكون توري ضد سام، توري ملي ضربات عليهم كيغشوا انسحبات. وهنا اضطر تيري يدخل دافني، تقابلت هي وسام في الطابي، بداو دقه فيا دقه فيك، جات فيها سام بواحد الركله للجنب، سحابها فرحو تسجلت اول نقطه، ولكن هنا غيصدمهم الحكم انه ما شافش الضربه. في هاد اللحظه تاكدت لاروسو بلي الحكم منحاز لتيري، واستدعى سام قالها تخدم على النقط الباينين اللي ما يقدرش يلغيهم. مع رجعت سام للطابي هجمت على دافني خوات ليها، جمعت حبها بنص وجات فيها بكروشي. هنا الحكم حصل واضطر يحسب لسام النقطه ديالها. سجلت سام النقطه الثانيه بنفس الطريقه، وفي الثالثه جات في دافني بركله شقلبات حبها، هكا ربحات. بهذا الشيء ولاو تعادل، واللجنه اللي غادي تقرر شكون يشارك في البطوله. بقاو مده كيتشاوروا مع بعضياتهم، وفي الاخير ما لقاو حتى شي حل غير انهم يقبلوا المدارس بجوج. لاروسو وصحابو فرحوا بزاف حيت دازو، ولكن كوبرا كاي تخسرات لهم الفرحه حيت ما دازوش بوحدهم. في الليل دار ميغيل وروبي حفله في دارهم بهذه المناسبه، وكلشي ضاحك ناشط. غنشوفو سام دخل الحفله شاده في يده السلسله ديال الاخطبوط، وكيبان بلي جايه تصالح مع ميغيل، وهي كدور في الحفله وكتقلب عليه لقاته مع وحده كي نعيشو غيرك فاهم. سام في هاد اللحظه ضربها الضو، انا بغيتو يضربها تران. داك النهار مصيفطها كيدمع، شنو بغيتي تسناك حياته كامله؟ ترى ما كاين غدفع اللي ما فيه نفع. وهي خارجه من تما كدمع تلاقات توري، وغتكون جات لهنا باش تعاود على البلان ديال الحكم اللي رشا تيري. سام كانت ساخطه ومع سمعت هادشي زادت سخطات وكبتاتها معاها، بداو دقه فيا دقه فيك. وفي هاد اللحظه دخل روبي وميغيل فكوهم، ديك الساعه كلها مشات في جهه. النهار الاخر ملي عاودت لهم سمع الغش ديال تيري وكيفاش دبر لها ستانلي باش يشهد زور في كريس، قصدو ستانلي يحاولوا يخليو يعترف بالحقيقه. بالفعل قدروا يخليو يعترف لهم بلي تيري اللي ضربو، ولكن باش يمشي يشهد في المحكمه ما قدرش. وهما خارجين من تما تبع ميغيل سام طلب منها السماحه وقنعها باش تمشي عند توري تعتذر ليها حيت عاملاتها بطريقه خايبه، وهي جات غير باش تعاود لهم الحقيقه. وتوري كتعالج يدها من بعد ما تصابت في واحد التمرين في كوبرا كاي، سمعت دقان حلات لقاتها سام، طلبات منها السماحه، سولتها مالي يد عاودت ليها، وبداو كيفكروا كيفاش ممكن يتبتوا بلي سيرفر
ضرب ستانلي. حتى لهاد اللحظة طاحت على تيري واحد الفكرة، وقالت لسام بلي يقدروا يتبتوا التهم على تيري إلا كان ضرب ستان في الصالة القديمة. نمشيو عند تيري وهو كيعاود المساعدة ديالو على داكشي اللي غيحقق ليه ربح بطولة العالم. سولاتو واش غيدير مع راسو وصحابو، قال ليها بلي هاد الليلة غيتكلف بيهم، وفي نفس الوقت نشوفهم كيركبوا في واحد الليموزين غتديهم لشي حفلة. طلعوا تحركات الليموزين، ومن بعد مدة لاحظ راسو بلي داز وقت طويل وهما مازال ما وصلوا. مشى عند الشيفور يسولو لقاه ساد عليهم، حاولوا يحلوا الباب لقاو حتى هو مسدود. وهنا شكوا بلي تيري مخلص الشيفور وناوي على شي حاجة. نخليو هادو مقاتلين محريرتهم ونمشيو عند كريس الحبس، وجوج مساجين مدابزين غادي يفكهم، وهو يجبد واحد منهم وزرعوا ليه في كرشو قتلو. نرجعو عند صحابنا، من بعد مدة ديال الطريق وقفت بهم الطوموبيل، حل راسو الباب قاموا للمحل ديال الاتات قدامه، وغيكون هو اللي خطفهم باش ينتقم من راسو على حرق المحل ديالو. بدا كيدابز معاه، نزل جوني بدا حتى هو مدابز مع مول المحل باش يحامي عليه، ويلا غيزيد حتى الشينوي وهو يوقفهم لراسو، وشرح لمول المحل بلي تاري هو اللي مور كاع هادشي. مول المحل سمع بلي تاري هو اللي حرق ليه المحل ديالو ودمر ليهم حتى هما حياتهم، قال لهم دابا نمشيو نخليو ضاربوه. بغى لراسو يشرح ليه بلي ما جاتش يهجموا عليه في دارو، ولكن الشينوي وجوني عجباتهم الهضره ديالو، ديك الساعه سمحوا في لراسو وتحركوا معاه ينتقموا منه بيدهم. نمشيو عند التلامذ ديالهم، جمعاتهم سامو توري وداروا خطه باش يسرقوا التسجيلات ديال الكاميرا اللي جدو تاري هو كيعتدي على ستانلي. وتاري كيشرب مع المساعده ديالو خارقين السعاده، ضرب على صحابنا داخلين لدارو، دفعوا الباب هجموا عليه. تما لقاو جامع دوك المعلمين ديال الكاراتيه ومسنيهم، هجموا الاتج على واحد منهم ضرب حبه مع الحيط، ويلا هضر عند تاري يقول لي بلي نوبته جايه. خرج واحد اخر مراجع في غيبه، وجوني والشينوي مشبكين مع الرجال ديالو. ضرب تاري على الكاميرا ديال المدرسه، بانوا لي التلام ديال دومياكي كيحاولوا يخترقوا البيسي ديالو في كوبرا كاي. ديك الساعه صفت لهم المساعده ديالو، وعلى حتى الطلاب ديال كوبرا كاي لحقوا عليهم. مع وصلوا الطلاب ديال تاري خرج لهم ميغل وصحابو يكاليو على ديميتري بينما يجبد التسجيل اللي غيصيفط تاري للحبس. في نفس الوقت يكون جوني مقاتل مع اتباع تاري، والشينوي تبعو هو. تقابلوا في البيرو ديالو، دار الشينوي لتاري تصطصط جا فيه للرجل. تاري شاف راسو ما غاديش يقدر عليه، اجبد الحبيبه الطويله. الشينوي حتى هو كان دايرهم غا تحتو، بقاو خارجين مكبتين. ها قدر الشينوي يغلب تاري بسهوله. فهاد اللحظه سمع جوني غوت، دار يشوف وهو يغفلو تاري جا فيه بالسيف للدار طيحو. خلاه مجبد تما، دخل عند الرجال ديالو قال لهم يصفروها لجوني، وشد هو الطريق لكوبرا كاي. فهاد الوقيته في كوبرا كاي يكون ديميتري هز الفيديو من البيسي ديالو، دارو يتابلودا في يوتيوب، وخرج يعاون صحابه ايلاي. وصلوا للقاعه لقاهم مرونه وهو مساهين، ضرب واحد ايلاي من اللور طيح ليه البيسي. ديك الساعه مشى ولد لاروسو كيجري يهزو حجيله تهرس ما غاديش تحط الفيديو، بغاو التلام ديال كوبرا كاي يحيدوه ليه. هنا داروا عليه التلام ديال دومياكي، وبداو كيحميوه بنفس الطريقه اللي داروا قدام الشينوي باش يمنعوه يوصل للبيض. بالفعل تحط الفيديو، خدم ولد لاروسو في التالي الكبير ديال المدرسه، وغيطلع غير الفيديو ديال تيري، وهو كيعترف لتوري بلي بصح رشا الحكام باش يخليوها تربح. ولكن واخا هكاك بدل التلام ديال كوبرا كاي النظره ديالهم على تيري. في نفس الوقت وصل لاروسو، تبعو تيري، وقرروا يفاريوها بكومبا. تقابل تيري ولاروسو، وهنا غتشبك. بدا كل واحد كيحاول يدخل الاخر، وهنا غيبان بلي لاروسو عارف مزيان الاسلوب ديال تيري. بهادشي يقدر يطاكي كاع الضغط اللي كيصيفط ليه، دخل ليه حتى هو، وفي الاخير جا فيه بركله نعس الفقيره تمو. في الجهه الاخرى الرجال ديال تيري سلخو جوني، واحد منهم شدو الاخر هز السيف، ويلا غيصفيوها ليه. دخل مول الاتات جاف واحد منهم لاحو وضرب الثاني مع الارض. الكلام ديال كوبرا كاي من بعد ما عرفوا الحقيقه ديال تيري فوق هادشي غلبوا لاروسو، لاحوا عليه البدلات ديالهم وتحركوا من تما. من بعد مده وصلوا البوليس، قال لهم ستانلي بلي كان تحت تهديد فاش قال بلي كريس اللي ضربو، وهي في الحقيقه تيري اللي تعدى عليه. ديك الساعه دخلوا البوليس اعتقلوا تيري. ومن بعد مده وصل جوني والشينوي اللي كانوا واكلينها ديال بصح. ملي ضرب جوني على تيري تعتقل، قال لاروسو دابا غينعس هو كريس في نفس الزنزانه. واحد البوليسي كان تما سمع دعوه على كريس، وهو يقول ليه بلي هرب من الحبس، وغيكون غير متلعيم هو داك الساط بلي ضربو، وملي خداو للسبيطار ضرب الحراس وهرب. في الاخير تصالحات توري مع روبي، ميغيل رجع مع سام، وكلشي تقاد. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة. إلى عجباتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.